طيب هلا اي هوب انه كلياتكم شفتوا الفيديو تبع الفيديوين اللي نزلتهم على الجروب. عقب هذا قدم شوف ايش بدك تحكي ولا فجاه طلع هيك اسمه على الشاشه. عبادة معنا، شو رأيك تفتح المايك تبعك لو سمحت؟ خليني أحكي معك اليوم لأنه أنا حبيتك من المرة الماضية، دردشنا كتير عن السؤال اللي سألته، فيلا مشان يعني تكون أنت معي اليوم خلينا نقول بالكونفرزيشن مشان هيك نسهل الشرح. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. سؤال المرة الماضية تبع how can we infer causation وعدد السامبل والحكي، هذا كان سؤال حلو، وكمان على فكرة أنا ما خلصت جوابه، يعني لسه في شغلات تانية بتنحكى وكمان على مستويات مختلفة. فبالجلسات تبع إن شاء الله يوم الاثنين والأربعاء لما نحكي عن الديسكشن تبع البيبرز راح نجي كمان لنفس السؤال اللي سألته، حنزيد نقطة تانية عن الكيس ريبورتس وقصة الكوز ولا مو كوز. هلا حتحضر معنا إن شاء الله عبادة الاثنين والأربعاء؟ ما عنديش مشكلة، أنا سني رابعة ما عندي مشكلة. خلاص الحمد لله ممتاز، أكثر شيء الناس سنة رابعة هنا حياتهم أسهل بالحالة هي. طيب خليني أول شيء ساوي شير سكرين هاي المرة لكني تذكرت وتذكرت ساوي ريكورد. باي ذا واي لو سمحتوا كلياتكم لو سكرنا هذا ذكروني ساوي ريكورد، المرة الماضية راح علينا مقطع جدا مهم. طيب فمثل ما حكينا بس روحوا هون لو سمحتوا بعدين يعني على هذا البوست ليكو أو اللي تبع الساعة 8 واكتبوا هون أنا يوم الاثنين حتحضر ولا ما حتحضر، وطبعا نكون آري بيبر تبعك فحتحضر وما حتحضر، حتكون آري بيبر يعني جاهز للدسكشن يوم الاثنين وجاهز للدسكشن يوم الاربعاء اذا ضبط، يعني مو بس قضيه الحضور، قضيه كمان انه البيبر تبعك اريه ولا مو اريه مشان احضر هلا يعني مع مين بدي اناقش وقتها. طيب بسم الله. شفت انت الفيديوهين يا عباده صح؟ الو يس دكتور شفتهم. طيب هلا بما انه شفتوهم وجاهزين ما في داعي اني فوت من الصفر، هلا هحكي كانه انتم يعني عارفين البيس. فهلا قبل الليترتشر ريفيو نحكي على السريع عن قضيه الكرييتنج ريسيرش ايديا، يعني هي شغله سريعه ما بدها ليست روكت ساينس. انت هلا بغض النظر عن اي مرحلتك انت طالب بدك تعمل ريسيرش، كيف بدك تبلش الفكره هي اللي بدك تبحثها؟ الشغله الاولى اللي هي حكاها الدكتور بي الدكتور محمد القضاه الله يجزيه خير بمحاضرته ستورج تيتشينج ماتيريال انتدكشن تو ريسيرش. اله ولا ما اله؟ بروز اند كونز كوهورت ستدي هاو كان اكواير هاو تو فايند ا كويستشن. بالضبط الشغله الاولى ريد يور يونيفرسيتي بوكس ويل، يعني انت ما فيك تعمل ريسيرش قبل ما تعرف الموضوع عموما كمستوى طالب. يعني هلا في مستويات، في مستوى طالب طبعا الطالب نفسه كسلان ومو كسلان وشاطر، وبعدين في عندك مستوى دكتور، بعدين في مستوى باحث، يعني انت عم تحكي عن اخر شغله. فالدكتور هو اللي خلص سنه رابعه وسادسه يعني صار اسمه دكتور، الباحث يلي بده المفروض يلاقي شغله جديده او شبه جديده خلينا نقول. ما بصير تعمل بحث دون ما تكون قاري المنهج تبعك، يعني انت بدك تعمل مثلا بحث عن المننجايتس عن التهاب السحايا، طيب اللي هو موضوع يعني انا عندي بحث هيك فدائما بضرب فيه مثال لانه اسهل علي اني احكي فيه. لازم تكون قاري كتابك، قاري يعني هي البيسكس، هي يعني من هون الاساسيات. طيب بعدين بعد ما تقوم هذا باقل الواجب على الطالب بعدين بدك تحكي عن البحث. فهون هلا بتبلش read other people's research، وساعتها ممكن تسوي لها ريبليكيشن او اكسبانشن. شو يعني ريبليكيشن؟ ببساطه الريبليكيشن هو انك تساوي كوبي بيست لريسيرش غيرك، تكرره في بيئتك. هلا اذا واحد اكتشف اكتشاف شيء جميل، بس مو كل ابحاث الدنيا حقيقه بتكتشف فيها شيء جديد، يعني هذا شغله ادفانسد وطموح عالي طبعا ان شاء الله بتوصل ولو بنوصل له، ولكن في عده انواع. الشغله الاولى يعني جينوين او نوفل ديسكفري، في ريبليكيشن يعني مثلا واحد مثل هذا جولوتزري اللي حكيت عنه بالفيديو الثالث تبعي اللي عمل البحث بامريكا عن السوشيال سايكولوجيكال سكيل، عملناه يا عباده شو بالاردن، هذا اسمه ريبليكيشن. الريبليكيشن ليش مهم؟ يعني اولا هي الشغله اول مره بتندرس بامريكا،
الشغله الثانيه انه يعني جديده ما بحياتها ما صار لها ريبليكيشن، فنحن لو عدناها بالاردن بكومبليتلي ديفرنت كلتشر كومبليتلي ديفرنت انفايرمنت ديفرنت سامبل، هذا الشيء بيزيد شو من الفاليديتي تبع الفايندينجز هاي. مزبوط. يس. هو في تاخير بالنت ولا يعني خلي المايك تبعك عادي مفتوح مشان ما تتاخر علي، لانه جد انا لما بحكي هيك بصير بارانويد انه عم بحكي مع حالي ولا لا، مو نفس المحاضره انت عم تشوف الناس اللي عم تحكي معهم، انا هون قدامي الصوت بس انا عندي قدامي شاشه. ماشي. فهي الريبليكيشن الاكسبانشن انه، وهي الشغله كمان نحن عملناها بس انا ما حكيت عنها بالبيبر لانه مو موضوعنا، ممكن نزيد عليها نقطه نقطتين فبصير اكسترا فاليو او نيو خلينا نقول فايندينجز، وان ما كان يعني فيري لارج. الشغله الثانيه paying attention to your own environment او your own hospital. يعني شو هلا نحن قلنا انت هلا كطالب درست منهجك درست مستواك قريت ابحاث غيرك، يعني هلا احيانا يعني ممكن شغله ما لها علاقه بمجالك او تخصصك او انت مو قاري عنها من قبل، بس من مجرد البراوزنج تبعك الانترنت ومن قراءاتك المعتاده ممكن خطر ببالك فكره. هلا الشغلة الثانية أنت هلأ خصوصاً لو أنت طالب سنة رابعة وخامسة وسادسة بالمستشفى راح تشوفوا مشاكل حقيقية بحياتكم العملية، راح تشوفوا مشاكل بالمستشفى مؤسس أو غير مؤسس من باب أولى whatever، مشاكل مثلاً infection control hygiene مثلاً، الدكاترة ما بيعالجوا هذا المرض 100% بطريقة مضبوطة أو ملتزمة بالguidelines، كتير شغلات يعني ممكن تلاقي مال براكتسز انه مثلا العلم بيحكي شغله ومثلا شفت دكتور فلان وفلان فلان او هون بالطوارئ شفت في شغله مثلا مو كتير ملتزمه بالشيء هذا، او ممكن نحسنها نلاقي طريقه لتحسينها، فممكن من هون تجي بمشروع ريسيرش. فالقضيه في قضيه كمان انتباه لبيئتك، تكون انت عضو فعال شوف بالضبط شو اللي عم بصير، ممكن تلاقي شغله ممكن تلعبها هون. مثال اعطيكم هذا حي يعني هذا كم اسبوع صارت، شفت انا يعني وأنا مداوم هلأ بامتياز في دواء اسمه الفانكومايسن، تعرفوه الانتيبيوتيك كلاتكم يعني أغلبكم مو سنة أولى فبتعرفوا الفانكومايسن بروتين سينثيز انهبيتر، فبينعطى كتير عنا بقسم الأطفال وغيره بس فشل بالأطفال. فهذا في شغلة يعني هي ما درسناها لا بالبيسك ولا كلينيكال، إنه هن بيقيسوا البلد ليفلز لحتى يشوف التوكسيسيتي. هلا يا عبادة انت بتعرف انه الفانكومايسن بيعمل عدة سايد افكتس منهم النفروتوكسيسيتي، مظبوط؟ يس النفروتوكسيسيتي. فهلا هاو كان يو بريفنت او ديكريز ذا تشانس اوف نفروتوكسيسيتي؟ بيقول لك بتقيس البلود ليفلز بس مو اي بلود ليفلز، في شيء بيسموه البيك والترف او يعني البوتوم ليفلز، بتعرف دائما يعني انت مثلا بتاخده ثلاث مرات او مرتين باليوم او مره يلي هو بيطلع وبينزل الليفلز حسب الوقت. فالبيك هي هذا قبل اخر يعني قبل الدوز الجديده بيكون اوطى ليفل، يعني انت مثلا اخذته الساعه 12 الصبح وفي دوز 12 بالليل، ف12 بالليل قبل ما تاخذ جرعه ثانيه اكيد بيكون اقل كونسنتريشن بالدم وقتها لانه مضى 12 ساعه على اخر دوز، فبيسموه الترف ليفل. فبيقيسوا هنا الترف ليفلز لحتى يشوفوا التوكسيسيتي، لانه الريسيرش او الفايندينجز بتقول انه كل ما الترف ليفلز زادت كل ما كان اسوء للكيدنيز، يعني البيك طبعا سيئه كمان بس اسوء شيء هو الترف لانه الترف هو اغلب الوقت بيضل الانسان عليه. المهم لا ما حاول احكي عن الموضوع نفسه. المهم فبيقيسوا الترف ليفلز، فكيف بيقيسوها؟ بيروحوا عند الطفل هذا اللي عم ياخذ الدواء بيشكوه ابره كل يوم او كل يومين يعني every two days تقريبا، بيشكوا إبرة بياخدوا من الدم وبيشوفوا الconcentration. ف you can imagine إنه تخيل أنت عمرك 5 سنين 10 سنين وكل يومين أنت بالمستشفى عندك كانيولا، تعرف بس الكانيولا هي ما فيك تستعملها لأنه هي أنت عم تعطي فيها سوائل ومي فبتأثر على الconcentration هون، فهمت شلون يا عبادة يعني؟ yes. فكل مرة بدك تشك من إبرة تفوت من فين لحاله مشان تكون معبرة عن باقي الكونسنتريشن، فكل يومين بدك تشك إبرة جديدة مع أنه الكانيولا موجودة، هو المصيبة يعني الولد بيعاني يا حرام والناس بتقعد تشتغل ساعة بالإبرة خصوصا بالأطفال الصغار. فوقتها خطر ببالي هون الشاهد مشان ما تملوا، الشاهد أنه عم قل له لرفيقي بالإمارات هو كمان دكتور، عم قل له الموضوع هذا روعة وحلو أنك تقيس الكونسنتريشن مشان تقلل التوكسيسيتي مشان يعني تعدل الدوز بناء على الكونسنتريشن مشان ما تزيد كتير وتضر الكلى.
فحلو كتير الموضوع، ولكن كتير سيء انه بدك تقيس كل مرة بالفينز. فيا يعني تخيل هيك عم قوله، تخيل لو كان في اسلوب انك تاخد بس قطرة دم واحدة، مثل كيف الجلوكوز تستيم، تعرفوا يا جماعة الجلوكوز من الفين جايز الجلوكو تشيك. يا عبالة شو قلت؟ الفينجرز يعني تقريبا بالضبط الجلوكو تشيك. هي يعني إلا ما تكونوا كلاتكم تعرفوها شفتوها فينجر بريك، مجرد تشكشوا على رأس الإصبع بتعصر قطرة واحدة وبتحطها على جهاز السكري، كلاتكم أظني بتعرفوها هي. فعم بقول يا ريت يعني لو كان في هيك شيء، بحيث أنه طبعا السكرين شيرينج يس، فبحيث أنه بدل ما تشك الولد إبرة كاملة وتقعد تتعذب فيه ساعة ويعاني وهيك، لو بتاخد بس قطرة واحدة. فالمهم قلت له او ماي جاد هاي فكرة ريسيرش، مباشرة رحت نطيت على PubMed يلي شفته الفيديو مع اف بيري ويلسون، وعملت سيرش فيري ديتيلد يعني هالطوله يعني هيك حوالي 3-4 سطور يعني فيري سبيسيفيك كي ووردز، بحيث انه شو، بحيث انه لقيت يعني لقيت الموضوع اللي بدي اياه. فسبحان الله الشغلة الحلوة انه عن جد اني لقيت بيبر عن نفس الموضوع اللي كنت عم فكر فيه. خليني ورجيك يا عبادة الشغلة هي، يعني هي كنت عم فكر ورجيكم ما ورجيكم اياها، بعدين قلت يلا نورجيكم. بس انا نروح لستيتشي ماتيريال زكي، هو اسمه زكي لرفيه، فكنت عم بحكي له عن الموضوع هذا، فقلت له you can do it at your center، ممكن يعني تكون صعبة وهيك بس I suspect it's already been tried، يعني إلا ما يكون حدا خطرت بباله الفكرة هي من قبل. المهم فرحت عملت literature review، ما في يعني هي الحكي هي الساعة 10 وثلث، هون الساعة 10:40 ثلث ساعة رجعت له قلت له ليك البيبر، لقيت موضوع يا عبادة بالضبط عن الموضوع اللي فكرت فيه، نفس الفكرة اللي خطرت ببالي خطرت ببال إنسان تاني. بس one publication بس شلون؟ كم publication كامل شو عنها؟ هي حلاوة، هي حلاوة الموضوع فقط فقط واحدة. فهذا طبعا ما بدي احكي كثير عن الموضوع مشان ما اضيعكم ومللكم، بس هذا طلع بي اتش دي بالفارماسي عم يدرس الموضوع هذا بالضبط، يعني هذا البي اتش دي تبعه هيك متفرغ للقصة هي. فقلت له لقيت الموضوع هذا exactly what I thought it's recent to 2019، والموضوع مو يعني من 2019 بس يعني شغلة جديدة فعلا. كانت كلينيكال تريال المفروض تكون صح؟ لا ما انت هذا له تكنيك غير، مو ترايل، الترايل فيه انترفنشن. يفحص الفينجر استعدتهم عشان هيك. ايه بس انت ما عم تعطيه، ما عم تعطيه درج فولا، انت بس عم تسحب منه اكسترا تست. يعني لما تسحب منه العينة المعتادة تبع الوريد تاخذ منه بتقول له خلينا لو سمحت نشكل لك اصبعك بس. يعني ممكن بالاعتبار هذا تسميه انترفنشنال او ترايل انه بقت شكيت له اصبعه يعني. بس بس هي يعني هي بيسموها بريدجينج ستدي. المهم هلا ما بدنا نحكي عنها، ما بدي احكي انا عن المواضيع الخاصه. الفكره انه لقيت البيبر هي وبس، وبعدين حكينا عن القصه. بعت له هي الميم قلت له when I enter the exact keywords in PubMed and I find the article match I want. عجبت هيك حسيت يعني using the right keywords كتير شغله مهمه، وهذا اللي ان شاء الله يعني صار بي الفيديوهات اللي شفتوها. هلا حنشتغل على فكره على الليترشر ريفيو، لانه في شويه حكي عن PubMed لسه فينا نكمله. PubMed ما خلصنا منه. PubMed it's an amazing tool. دكتور نعم الو مين اللي حكى؟ يعني شو كتبت على PubMed وقتها يعني؟ هلا ما بدي يعني شو منيح شكرا على هذا السؤال، صح ذكرتيني بشغله. ليه انا حكيت عن الكتب؟ هلا شوفي انت مالك علاقه بالكابيلاري او بالفانكومايسن هذا اللي هلا حكينا عنه، انت ما بيهمك الشغله بالضبط، لانه هي قضيه فكره، قضيه هاو تو يوز ذا رايت كيوردز ذا رايت ستيتمنتس لوجيكال ستيتمنتس لحتى تلاقي الشرط بالضبط للموضوع اللي خاطر ببالك. الكيوردز هدول يعني هلا لو بدي افكر فيهم مره جاي حناخذ مره، هلا راح ناخذ وقت. بس انا اوريدي محضر لكم كيورد لنفس الموضوع، نفس سؤالك يعني بالاخير. ليش انا حكيت لازم تقروا كتبكم يا جماعه؟ مثال لأهمية الكتب، لأنه أنت لو ما بتعرف كتابك أو ما بتعرف موضوع منيح على مستوى طالب، ما رح تعرف الكلمات اللي حتستعملها، وممكن تغفل عن كيوردز مهمة ممكن تساعدك أكثر بالبحث. يعني شو؟ خلينا حنيجي هلأ لهي القضية بالضبط، بس تعريف سريع ببابمد.
جوجل سكولر وباب ميد تو سيرش انجنز بيطلع لك الاكاديميك بيبرز. اوريدي شفت فيديوهات ما هحكي عنهم. جوجل سكولر له سلبيه واحده هنحكي عنها باليوم الاثنين ان شاء الله، لانه انا مرتب كل الافكار يعني يعني مقيوس الشغلات هي. جوجل سكولر له سلبيه انه هو نون سيلكتيف، احفظوه هيك نون سيلكتيف. شو يعني بالضبط؟ راح تعرف يوم الاثنين. ليش يوم الاثنين مو اليوم؟ لانه ما بدي احرق عليكم محتوى. فجوجل سكولر سيلكتيف نون سيلكتيف، وباب ميد از سيلكتيف سيرش انجن. طيب هلا باب ميد هذا موقع من جوفرمنت تابع للناشونال لايبراري، ناشونال هيلث انستيتوت، ناشونال لايبراري اوف ميديسن، والان سي بي اي اللي هي الناشونال سنتر بايوتكنولوجي انفورميشن. المهم انه للامريكان جوفرمنت بالمؤسسات هاي. هلا هو سيرش انجن فيه اكثر من سبست او ديفيجن، في ميد لاين وفي بي ام سي الباب ميد سنترال. باب ميد سنترال كل شيء فيه مجاني، الميد لاين في شغلات بدها بايينج والحكي هذا. المهم انه كله بالاخير باب ميد. ليش الحكي هذا مهم تعرفوه؟ المهم انه الاثنين هدول باب ميد لحتى لما تنشر ان شاء الله انت بالجورنال يكون الجورنال باب ميد اندكست موجود بباب ميد. هذا الحكي كلياته مره ثانيه حنحكي عنه كمان هذا يوم الاثنين. يوم الاثنين ديسكشن. انا ليش يعني حسيت الطلاب ما يضيعوا يوم جلسه يوم الاثنين. جلسه يوم الاثنين جدا جدا حتكون غزيره، يعني ما بعرف ان شاء الله ما بتطوع يعني يعني حتكون كثير زحمه. المهم فهلا جوجل سكولر شو حلاوته على السريع؟ جوجل سكولر because it is non-selective والaccuracy تبع searching تبعه مو كتير عالية، لأنه ما فيه التفاصيل بالstatements يلي موجودة ببابميد. قصة ال if ال and or not موجودة بجوجل سكولر، بس مو ما فيك تعمل قضية الأقواس والشغلات هيك المعقدة يلي شفتوها اللي عملها F. Perry Wilson لببابميد. طيب هاي شغلة. بس جوجل سكولر حلاوته انه شو سهل سريع الاستعمال. الشغله الثانيه فيك تستعمله مشان تكتشف اذا البيبر الفلانيه موجوده في باب ميد او لا. يعني نفتح مثلا هذا وات ايفر هاي بيبر، انا مو مجهزه بس هيك طلعت لي هون. يعني هاي مثلا نولج اند براكتس اباوت كوفيد اوف ميديكال ستودنتس. لو بتضغط على الجوجل بوتن هون شايفه معي يا عباده اللي بالزاويه فوق، تضغط عليه بيورجيك شو الاذر فيرجنز من اذر ويب سايت. يعني حلاوته جوجل سكولر ما بستعمله لأعمل literature review تفصيلية، بستعمله لألاقي البيبر بسرعة على مواقع تانية. لو بتضغط هنا على other versions بيورجيك بيحط لك لينك على المواقع التانية، بيحط لك شايف اللينك الأول على الجورنال يلي نشر البيبر، اللينك الثاني على research gate. هنحكي شو بعد شوي إن شاء الله على research gate، ما بدي شتتكم. للأسف نحن ضيعنا كتير وقت بأول 20 دقيقة على قضية الحضور وما حضور، فهلأ باقي لي 10 دقائق وبيسكر علينا. هنرجع ل... المهم انه بورجيك اكثر من اسلوب لحتى تقرا نفس البيبر. وبيحط لك لينكات اذا البيبر موجود على باب ميد بورجيك اللينك تبعه. طيب يعني مثلا خلينا نكتب وات ايفر هذه براير سيرشز، مثلا في هي البيبر عن الالترا ساوند والابندسايتس. حلو، لو مثل ما قلنا لو بتضغط على البيبر هون او وات ايفر او على على الاول فيرجنز مثل ما شفتوا ب يعني بالفيديوهات السابقه، لما تضغط اول 6 فيرجنز. شو يعني 6 فيرجنز؟ يعني على كل المواقع اللي نشرت البيبر هي. بتلاحظوا هذا الموقع الاول هو وايلي من موقع الببلشر، موقع الجورنال نفسه، تمام، اللي هو اللي هلا فتحنا هذا موقع رسمي للجورنال. الثاني البي ام سي، يورو بي ام سي، هذا اللي حكينا عنه، هي تابعه لباب ميد. شايفين شلون؟ فشو يعني معناته انه البيبر هي تابعة لباب ميد وموجودة بالاندكسينج هذا بالدايركتري هي، تمام لهون. البيبر اللي قبلها كانت باكستانية حالتها حالة، ما لها موجودة على باب ميد، ما كان في لينك للبي ام سي. ليكو كمان هون شايفين هذا، ليكو كمان الموقع. ليش في ابحاث بتكونش موجودة على باب ميد؟ انه يعني الكفاءة تاعتها بتكون اقل من الثاني، ولا لانه مثلا انت لسه ما نزلت على باب ميد؟ احسنت، سؤال حلو. الاثنين بصير هيك، في عده اسباب. الاول انه الاساس انه هو شوف الجورنال، يعني باب ميد شغله اندبندنت من الجورنالات. الجورنالات هي مجرد يعني انا بلال دروبي قررت اعمل مجله طبيه، قلت يا جماعه ليكني فتحت موقع صممته وقلت لكم ادفعوا وات ايفر يلي بده يقدم عندي كذا كذا، ادفع مثلا $100 وبنشر لك. حلو،
المفروض انه الجرنال تبعي محكم علميا وعلى اساس انه انا بدقق والشغلات المعلميه ما بنشرها والى اخره، بس بركي انا كذاب، بركي انا بمشي هيك اي شيء خلاص ادفع لي 100 وبنشره. فبابمد وغيره وسكوبس وهي الاندكسينج دايركتوريز او الداتا بيسز هذول هي مجرد مثل مكتبه الكترونيه او يعني اندبندنت بادي، مؤسسه بتساوي ارشفه للمجلات الطبيه المعتمده يلي تصل الى درجه معينه من الدقه في يعني الاخلاص او الشفافيه في التدقيق والصحه والحكي، هذا الدقه العلميه يعني الكواليتي. فبناء على ذلك بيسووا له اندكسينج وبيشملوه عندهم. اما الجرنالات التعبانه ما بصير لها ببمد اندكسينج. حلو. تمام. فلذلك ممكن وكثير احيانا راح تشوف بيبرز، ونحن يعني بيبرز بالاردن وحنحكي حنحكي ان شاء الله، فبتلاقي بيبرز ما له موجوده ببمد. هلا شغله ثانيه بالضبط اللي قلت انه مو او تاخرت، هلا صح اذا الجورنال هلا اليوم نشر بيبر ما بتنزل مباشره على ببمد، بتتاخر احيانا اسبوع اسبوعين ست اسابيع اللي هو بتتاخر لفتره حتى تنزل عندهم يصير له ابديت هناك. تمام. يعني مو يعني حتى لو الجورنال يعني مشمول ببمد بس الموضوع بياخذ وقت بسيط يعني. بس والله هذيك البيبر اللي قبل شوي فتحناها من قديش 2021 ولا 2020 ولا صح ليك وين التاريخ 5/6 اوكي حرام عذرناها. يمكن فعلا يمكن لسه ما نزلت لانه جديده، بس على فكره فيك تميز يعني الموضوع ما له صعب. بكل بساطه لو بدك تعرف هل يعني مو اندكسينج هي اليوم نازله 26 شو اليوم ما صار لها يعني بجوز صار لها اسبوع اقل من اسبوع يس، فهي ما اسبوع بالضبط. ليش هل ما نزلت؟ لانه الجورنال مو مشمول ولا لانه هي يعني لساتها جديده؟ فيك تتاكد في اسلوب بسيط يعني يوم الاثنين اوكي مشان ما نتفرع كثير. طيب فهذا جوجل سكولر قلنا انه فيك تلاقي فيه اكثر من يعني شوف شلون هي موجود لكم على الباب ميد هون في لينك معناته مشموله هي البيبر هونيك، وبتلاقي فيه كثير احيان لينكات على الجنب بورجيك اللينك بسهوله. طبعا ليش هون ما في لينك؟ لانه الارتكل شكله paid يعني ما له open access، لذلك جوجل سكولر طبعا ما راح يقرصن يعني عنك، you have to do the pirating yourself يعني. وانتم بتعرفوا المواقع حكينا عنه المرة الماضية، في عندك موقع اسمه library genesis وموقع اسمه sci hub موجودين على الواتساب، ما بدي احطهم هون مشان ما هلا يصير فيها مشاكل. ما بعرف يعني هو على الاغلب ما حدا حيشوف، بس استا الواحد بيضل بالجانب السيف سايد خلينا نقول. طيب باقي لنا 5 دقايق بيسكر علينا الريكورد، ففي حد بعد ما تشاس بس شوف محمد دور أسير هاو كان اي ريفيل ذا جوجل سكولر بتن، ما هو قلنا لك يا أسير تحمليه اذا انت عم تستعملي جوجل كروم ويندوز مفروض يعني زبط معي. الحمد لله يسلم. اوكي الله يسلمك. فمين كمان بيقول رايت اون جوجل سكولر بوتن؟ هذاك ساره جاوبتها تمام. طيب باقي لنا 5 دقائق حيسكر علينا. هلا حنحكي عن كيف يعني نزيد شويه معلومات على اللي قاله اف باري ويلسون. اف باري ويلسون يعني انا ليش قلت لكم شوفوا فيديو تبعه مشان تتعرفوا عليه، انا اصلا تعلمت منه ففيديوهاته رائعه قلت روحوا تشوفوه بتوفروا وقتي ووقتكم، وبنفس الوقت مشان تشوفوا فيديوهاته الباقيه. هو عنده هاي اليوتيوب شانل تبعه رائعه يعني انا متابعه ودائما بشوفه. فعلى كل حال هلا حنحكي شويه يعني حنحكي مثال عملي وشويه تفاصيل زياده عن اللي حكاه اف بري ويلسون بتخصنا نحن يعني كباحثين هون بالاردن، وناخذ مثال حي ماشي. مباشر افتحوا اللينك هذا مره ثانيه لو سمحتوا مشان نكمل. تمام. طيب هلا مين يلي سأل قصة
كلمات الكابيلاري. ياسمين صح؟ يس دكتور. طيب خليكي معي معناته لو سمحتي افتحي المايك ومشان نفوت معك هلا بالدسكشن مشان نشرح على المثال اللي حكيتي. انسي الكابيلاري بالاخير نحن نتعلم السكيل يعني حلو. هلا الفكره انه ما فيكي تعملي فيري يعني جود كواليتي سيرش. لو سمحتوا اللي مو مع يلي يعني غير ياسمين يسكر المايك تبعه مشان ما يشوش. ما فيكي تعملي جود كواليتي سيرش ريلاتيفلي كومبرهنسيف خلينا نقول من دون ما تعرفي الموضوع منيح وتدرسي يعني دراسه يعني تقري عنه منيح من كتبك ومن غير كتبك لحتى تقدري تصنعي كيورد معين. فهلا خلينا ناخذ مثال المننجايتس. طيب نفس الشيء الكابيلاري بالاخير هو نفس المثال. بدك هلا اي سنه انت يا ياسمين؟ انا هلا طالعه سادسه. ممتاز. طيب ممتاز معناته بالضبط حتعرفي عن شو عم بحكي. سكروا يا جماعه لو سمحتوا المايكات. اوكي ف بدك تعملي بحث عن المننجايتس بالأردن حلو؟ يلا أنا فاتح هون من عندي هاي PubMed هاي الأدفانس سيرش. طبعاً أنا صراحة دائماً بستعمل أدفانس أصلاً ما بستعمل السيمبل سيرش لأنه حلاوة PubMed هو الأدفانس. لو ما بدك تستعمل أدفانس روح استعمل جوجل سكولر. المهم فهلأ إلي اللي بدنا نسوي بحث يعني literature review نعرف يعني المننجايتس إذا في أبحاث سابقاً عملت بالأردن وشو نتائجها. فتفضلي إلي شو بدي أكتب؟ يعني عن شو مثلا بدك تعرف symptoms of meningitis كل شيء أي بيبر إلى علاقة بالmeningitis طلعت من الأردن بدي أعرفها بدي أقراها. أوكي أكيد لازم نكتب meningitis أول إشي. meningitis طبعا أحفظوها هي أنا صراحة من كثر ما استعملت أحفظتها يعني أصلا ما في داعي. شفتوا فيديو في بيري ويلسون بيعمل هيك تايتل أبستراكت وبيساوي لك كيف هي بدي خبي باقي لحظة شوي. Spotlight for everyone. في عندي أنا عم يطلع صور الناس الباقيين. أنتوا شو شايفين بس شاشتي ولا شايفين الصور الناس الثانية؟ شاشتك وصور الناس الثانية. بدي أصغرهم هذول كيف بدي إيمون؟ لأنه هيك كأنه هيك منيح. راحوا؟ لا ما في إشي راح. يعني أنا شاشتي مبين فيها أكثر من صورة؟ لا بس صورتك والشير. ممتاز اوكي يعني صوره واحده لالي لانه عم تغطي جزء كبير من الشاشه عندي كانت. حلو طيب فهي مننجايتس. فالدكتور افري ويلسون بيعمل لك هيك اد وفبتشوفوا هي. فانا شو بعمل خلاص بساوي كوبي وبصير بكتب كل الكيوردز اللي بدي اياها وبحط جنبها هيك فاسرع. فاوكي قلتي لي مننجايتس symptoms complications مثلا prognosis prognostic factors. لا واحدة meningitis add وبعدين symptoms خلينا نحكي عشان نعرف ايش symptoms تاعها. حامشي معك ماشي symptoms او lab results types of meningitis. بدي اهم كلمة يا ياسمين. ايه اهم كلمة types of meningitis. عبادة ما دكتور اهم كلمة للهدف اللي حكينا عنه. الموضوع سهل شبنا. استنى لهاي كانت ممكن في الأردن جوردان نكتب بالضبط يعني والله ممتاز احسنتي. مين اللي جاوب؟ انا حنان. طيب شكرا جوردان ممتاز هذا اللي بدنا اياه. فهي قصة الأقواس طبعا شوي بتجلط فبس انه انتبهوا لها لانه يعني الاقواس مهمه بالشروط. فمننجايتس اند جوردن. طب خلينا نسوي سيرش هلا مبدئيا مننجايتس جوردن سيرش. حلو كما في قوس ضل تاع جوردن من جوردن. لا مزبوط هاي قوس جوردن مسكر ومننجايتس مسكره. هو على كحب بيعطيك ايرور بيعطيك تنبيه هون بيطلع لك بوكس اصفر. فهي 13 بحث. حلو 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة معناتها جميل. بس هل تعتقد أنه هذا كومبريهنسيف أنف؟ يعني نحن لقينا 13 بحث بتاريخ الأردن يا جماعة. هلأ باي ذا وي ليش مهم نحكي تايتل وأبست؟ يعني تخيلوا هلأ افترضوا خلينا نقيم شرط الأبستراكت وحطينا بس مننجايتس تايتل وأبستراكت تمام. تخيلوا هيك عملناها. هلأ لقينا 13 نتيجة لو حكينا فقط في العنوان. شوفوا فقط ثلاثة
يصير أقل. ليش؟ لأنه هون عم بيلاقي فقط في العنوان. هلا لذلك مهم إن شاء الله لما تألفوا بيبرز احرصوا على إنه العنوان تبعكم يكون مثالي. يعني اكتب كل الكيوردز اللي بتهمك مشان لما غيرك يدور يلاقي البيبر تبعك. مو والله الحش اي شيء وخلاص مفكر تيجي لك سايتيشنز، ما حدا حيقرا البيبر تبعك اصلا. يعني انت مو سيلبرتي لحتى الناس يكتشفوك. فحط الكيوردز تبعك كلياتهم المهمين بالتايتل وبالابستراكت على حسب الاهميه. فهون طبعا حسب تاريخ الاردن كله من 96 لليوم بس 3 بيبرز حسب الشروط هي. لو بنرجع مثل ما قلنا للابستراكت لقينا 13 بحث. بس هل تعتقد انه هذا كافي؟ يعني نو ما بعرف. يعني انتم متوقعين الاردن كم تتوقع يا عباده في ابحاث بالاردن عن الموضوع؟ انا من جايتس هو المفروض يكون اكثر من 3. هون في 13 طلعنا. هلا 13 ولا كم واحد؟ المفروض اكثر، المفروض اكثر من 13. انا متوقع العدد كثير قليل. يعني كم؟ اعطيني هيك تقدير بدي اعرف هيك. والله خرج نعمل البحث عليها. هي توقعات طلاب الطب عن الاردن تايتل سلاش ابستراكت. طيب خليني هلا اورجيكم شوي كيف فينا نحسن البحث تبعنا. وتذكروا قبل شوي كم كانوا، نكتب الفاينل سيرش هون 13 صح. هي اد كويري اد. بس اكتب لك سؤال. نعم. ليش انت بتهتم بكثير انه يكون بالابستراكت مش التايتل اهم بكثير انه يكون لحاله؟ ايه بس ما هو يعني انت يا عباده عملت بحث، عملت بحث عن ال whatever، عملت بحث عن الجلطه حلو عن الام اي. يعني حتى بحس حالي انسان مو منيح، خلينا مو محترم لما احكي جلطه. ما هي دكاتره ما واحد بيستعمل كلمه جلطه هلا. حتى الام اي 50 نوع. المهم فانت عملت بحث عن المايوكاردي انفاركشن، الفت البحث، شو حتكتب؟ افكت مثلا outcomes of middle aged adults with myocardial infarction in a developing country مثلا. هيك كتبت او كتبت outcomes of كذا. او نفترض انك اكتشفت بحث عن، يعني نفترض انه كان عن جد بحث رائع وفيه اكتشاف دقيق جدا. يعني مثلا اكتشفت بروتين جديد في القلب، whatever، اكتشفت بروتين جديد في القلب. حتحكي بروتين عباده in cardiac sarcomeres، سميته عباده. حلو وين كلمة الأردن هلأ؟ بكرة رفقاتك أو زملائك أو طلابك أو بعد 10 سنين أو يلي هو بيجي ناس بده يعمل literature review عن الموضوع وما بيلاقي عبادة بروتين هذا. يس يس. لأنه هو ما دور على عبادة بروتين، دور على myocardial infarction جوردن. يس I got the point. حلو yes. فبدك تحط رايكي yes. يعني إما هلا حسب، هو فعلا لما الناس يكتشفوا اكتشاف عن جد عظيم ودقيق ما بيحكي البلد، بس بالغالب بتنحكي بالابستراكت. يعني دائما حط انت مشان الناس يستدل، يعني يقدروا يوصلوا لك، خصوصا your own country او your own location region يعني. بس عموما لو انت عن جد اكتشفت عباده بروتين ان شاء الله ما بتحتاج تكتب بروتين، صدقني بيوصلوا لك الناس ان شاء الله يا دكتور. طيب فهلا حكينا، حطينا الكيوردز اللي قلنا عنها قبل شوي وقلنا انه لقينا 13 الريزلت. هلا شوفوا شلون، او خلينا نشوف مع بعض شلون بدنا نحسن الريزلت هذا. نرجع مع ياسمين. افتحي لي مايكك لو سمحتي. قولي لي هلا المننجايتس شو لها اسماء ثانيه؟ نحن ليش حكينا عن الكتب والدراسه المقرر نفسنا تبعه؟ المننجايتس هل هي مرض واحد او هيك تشخيص واحد؟ اكيد انت شفتي المرضى بالمؤسس، ممكن ما يقولوا لهم المننجايتس. شو بيكون مكتوب بالكلينيكال نوتس؟ ما بعرف صراحة. لا حرام. طيب مننجايتس or طلعوا شلون، ركزوا معي لكم، أنا عم ساوي زوم بركي إن شاء الله شفتوا أحسن. مننجايتس or فيفر في سيبو مننجايتس انسيفلايتس. يعني هو المننجايتس التهاب اللايرز تبع البرين والسيريبروس اللي هي السباينال كورد، ما بدون ما نقعد نشرح هلا فيها هاي اللايرز. بس لو الانفكشن تقدم للبرين نفسه للماتر بنسميها انكيفالايتس او انسيفالايتس. او من انسيفالايتس ما هو الكيفالو هيد، انكيفالايتس انفلاميشن اوف ذا برين ماتر. حلو فهدول تشخيصين قراب مع بعض. يعني الدكتور ممكن يستعمل المصطلحين almost identically او اصلا ما بيقدر يميز بيناتهم، يعني في شويه صعوبه فبيحطوا الكلمتين جنب بعض. احيانا بيحط لك سلاش بيكون بالكلينيكال نوتس بيكون diagnosis meningitis slash encephalitis. وحلو حلو هلا حطينا meningitis encephalitis، شايفين انتم الكلمه or encephalitis title بالابستراكت،
ولا شو رأيك يا عبادة في ولا يا ياسمين؟ يعني هلا المفروض بلشتي شوية صحصحي معنا، شو في كمان كلمة تانية ممكن يستعملوها؟ منينجوكوكال. شو قلتي يا ياسمين؟ لا مو غير منينجوكوكال. سيبومينجايتس. لا منينجوكوكالايتس. أيوة يس. مين ياسمين قلتيها؟ منينجو انكي، بصيروا يحطوا بدل ما يحطوا شحطة بين التنتين بصيروا يحطوا التنتين بيناتهم بيناتهم هي الهايفن. منينجو انكي فالايتس. بعدين مرة تانية تايتل ابستراكت. شايفين هلا خليني اعمل بس سبيس مشان ما تتشتتوا. طبعا حنقيم هذا. فعندك منينجايتس اور انكي فالايتس اور منينجو انكي فالايتس. حلو. في لسه كلام تاني. في هلأ بركي واحد كتب البيبر تبعه وقال infection of the brain. ما حد بيقول infection of the brain. شو بيقولوا الناس كلمة تانية؟ infectious meninges. أوكي حلو infection. Yes. بس CNS infection the most common term. CNS أو central nervous system infections. صح؟ فهلأ شوفوا شلون شايفين هاي العبارة الطويلة اللي عملناها. أنا بعرف أنا متأكد إنه أكيد أنتوا كتير منكم ملوا بس يعني هذا أقصى ما بقدر يعني أعمله من الانترتينمنت. فركزوا معي لو سمحتوا. فهلأ شايفين عبارة هي الطويلة كلها بنحطها مرة تانية بقوس تاني. هذا للأسف ما فينا نعمل مثل الرياضيات نقعد نعمل أقواس بزوايا ومن دون زوايا لأنه بتصير الشغلة هم ما بيقبلها. طيب فبنحط أوكي لا والله ممكن نعملها هيك أو شيء بعدين نستبدلها مشان بس تفهموها لأنه بتصير واحد بيضيع مع كثرة الأقواس ومع كثرة الشروط المنطقية. فهلأ حطينا كل العبارة السابقة بين قوسين وحطينا جنبها شو أور نفتح قوس جديد قوسين جداد سنترال بس هلأ بنحط بين كوتيشنز لأنه نحن بدنا هي العبارة كاملة مع السبيسات نيرفس سيستم بعدين بنحط تايتل أبستراكت or شو نحن قلنا اما central nervous system او شو بيقولوا CNS فبنقول CNS title abstract. فلا شو ليش محطوط قوس نعم بناهم بنفس القوس بفرق بصير اشي يعني ما انت بدك شوفي عبارة منطقية شرطية يعني انت عم تقولي نحن بدنا طيب meningitis or encephalitis or meningitis خلينا اسمحي لي خلينا نقدم عبارة جوردن مشان تصير العبارة أوضح. فبدنا طبعا باي ذا واي هل جوردن بتكفي؟ طب بركي واحد نشر بيبر قال جوردانيان تشيلدرن صح ولا مش مفروض نحط نجمة بعد قصدك هدول الكوتيشنز مش انه اذا كان نجمة بعد جوردن بعد الان تاع جوردن هيك انا بضمن انه ممكن يكملها لحاله السوفت وير ما بعرف والله اذا ما يعني مثلا مش عارف انا ما قراتها انه اذا حطيت مثلا نجمه بعد الان تاعت جوردن والباب ميت بكملها لحاله سواء كانت جوردن يعني مثلا اسم مفرد بحط اس لحاله بحط شيء ثاني هلا ايه بس ما بعرف اللي جوردن جوردانيز حلو عرب عربيك بس جوردن جوردانيان يعني لا هي نفس العباره جوردان اوكي معناته صح المفروض بسيط اذا طالما نفس الكلمه بزياده عليها ولكن المحتوى الاول ما تغير المفروض تزبط ولكن هي قصه انا صراحه اول مره بسمع فيها فخلينا نمشي على الاسلوب هذا بالاخير يعني كل اللي بتلاقيه شغال استعمله ابستراكت بس انه هي الاسلوب اللي انا بستعمله فعندك جوردن جوردانيان جابان جابانيز وهكذا سيريان سيريا سيريان هي صح هون بسوريا ممكن تصير مشكله سيريا بتنكتب اس واي ار اي اما سيريان اوكي لا مفروض صح يمكن تلاقي بلدان استثنائيه هلا ف شو كنا عم نقول فنرجع مع ياسمين فعندك جوردن جوردانيان بعدين بدنا نحط اند حلو يعني بدنا البلد هاي وبعدين نقول اند الانفكشن هذه اللي هي المننجايتس وممكن الدكتور يستعمل مصطلح الانكيفالايتس او المننجو انكيفالايتس طيب هدول كلياتهم اما هي ولكن هلا صح هلا ليش نحن فتحنا قوس جديد لانه هنا ما بيقولوا سنترال نيرفس سيستم فقط حاف بيقولوا شو
central nervous system أو CNS infection. معي يا ياسمين؟ نعم. فهون احنا نضفنا كلمة جديدة اسمها infection. من قبل ما كان في كلمة infection. مننجاتس لحالة معناها infection أو inflammation. فلذلك حطيناهم هدول لحالهم التنتين. بعدين شو قلنا؟ infection. And يعني central nervous system or CNS. And بعدين infection. ناخذ هيك مرة نكتبها. Infection. حلو؟ فهلأ أظن يعني غطينا كل العبارات الممكنة يلي ممكن تخطر بالبال. خلينا هلأ شو نسكر الأقواس صح. طبعا أنا عملتهم هدول البواز بس مشان تفهمون منيح. بس هلأ خلينا نستبدلهم بالأقواس العادية. هاي مننجاتس مننها استبدلناهم. بعدين or central nervous system حطينا قوسين شو لأنه نحن بدنا أول شيء قوس حوالين central nervous system or infection or CNS بعدين قوس أكبر لحتى نغطي عبارة and infection مع بعض. فنحط هون قوس ثاني لحتى تدخل مع الأبستر مع الأور السابقة يلي هي شو يعني إما الخلاصة إنه إما meningitis مشتقاته أو إخواته أو central nervous system مع كلمة infection مع جوردن أو جوردينيان. حلو. فهلأ خلينا نساوي سيرش. قبل شوي كان في 13 نتيجة هسه المفروض يزيدوا. اه لا في غلطنا بكلمة لأنه مستحيل الأردن 21,000. في شغلة تعتد من انجايتس كأنه القوس تاع من انجايتس كان في سبيس كتير كان ممكن تحتاج قوس أيوة. قوي. اه ما حطينا الكوتيشن الصغيرة. أظن إن شاء الله تصلحت هيك. دكتور ممكن في قوس أول إشي لازم تحطه تاع الكابل جوردن. جوردن أو جوردينيان and abstract. لحظة. في قوس. هاي لا هاي صح. هاي بدنا نحن الأردن مع meningitis or encephalitis or meningo encephalitis. ليش حاطين احنا قوسين بس قبل الجايتس؟ مشكله وانا قاعد عم بشرح محمد استعملت اسلوب غير اللي انا بستعمله بالعاده فشتتنا. هي الاولى اور المفروض تكمل تكون كامله هيك. اظني هيك اور سنترال بدون قوس بعد الانجنسيفلايتس يعني بين لأنه الانجنسيفلايتس والسنترال نيرفس سيستم مع بعض. خلينا نجرب هيك أظني هيك من فوق شاطئ زبط. لا القوس صح. إيه عبي لك فولينج تيرم إغنورد في قوس شايف شلون بيعطيك هون تنبيهات. ففي قوس هو ساحب عليه. ليكو قوس المننجايتس صار له إغنورينج شايف شلون فعم يطلع لي أي شيء له كلا علاقة بكلمة جوردن. أد كويري اللي هي أو أي قوس المننجايتس الأول. يس اللي قبل المننجايتس هو فيه مشكلة. إيه أخ يا الله ما بدي مشكلة ضيع وقتكم ونقعد يعني نضبط شغلة هيك صغيرة مثل هاي. فخليني أطلع الستيتمنت اللي مساوي له سيف من قبل ماشي. ريسيرش طب إلها دخل الكوتيشن ماركس ولا لا اللي لا الكوتيشن ماركس صح. خليني افتح الستيتمنت انا مساوي له سيف من قبل مشان حرام ما يعني مضي كثير من الوقت بس نعالج الشغله هيك يعني انتم فهمانين الفكره مشان فهي لكم مننجايتس. هي الستيتمنت انا مساوي له سيف من قبل على نوت مشان يعني توقعت انه تصير هيك مشكله لانه يعني بالسيرش دائما واحد بيقعد بيعلق على الاقواس. المهم فهي مننجاتس انكفلايتس مننجو انكفلايتس. هون ما كان في هايفن يمكن على فكرة تفرق هدول التنتين. المهم اور مننجو انكفلايتس ليك أنا حاط الكلمتين لأنه أحيانا بتنكتب هيك وأحيانا بتنكتب هيك من دون الشحطة هي الصغيرة. حلو. اور سي ان اس اور سنترال نيرفس سيستم اند انفكشن اند جوردن اور جوردينيان. حلو نسوي سيرش هلا. فهي ليك 21 ريزلت هذا السيرش الصحيح. أسفين على التأخير هلا. فهلا شايفين شلون فرقت عدد عن 13 إلى 21
كم فرق؟ 8 papers. شايفة يا ياسمين؟ يس شايفة. هلأ ليش جوردن بالجوجل سكولر نروح عليها scholar.google؟ كلمة جوردن على فكرة كلمة غريبة. هلأ بقلكم ليش، يمكن انتوا جربتوا ولا ما جربتوا، خلينا نشوفوا نسوي سيرش. هلأ بالأدفانس سيرش تبع جوجل، باي ذا واي انا ما قلت لكم هون في أدفانس سيرش. طيب طبعا فيكم تكتبوا هون يعني هيك شغلات عامة، بس إذا بدك more accurate خلينا نقول أو better way to use Google Scholar، مع أنه ما بستعمله قليل إني استعمله هون، وحنحكي إمتى هي ممكن تفيدك كمان بالجلسة الجاية. أنا بعرف أنتوا شايفيني عم سوى في كل شيء للمرة الجاية، بس في حكمة في غرض، مو يعني مو بس مشان نخفف الجلسة هي، لأنه البيبر اللي حنناقشها يعني أو في شغلات حنناقشها مرة جاية حيكون علاقة بجوجل سكولر. فخلينا نسوي سيرش لمننجايتس وكلمة جوردن، هاي شو بيقول لك find articles with all of the words، فأي شيء له علاقة بمننجايتس جوردن حيطلع لنا إياه. طلعوا شلون في 29,000 result. طب نحن قبل شوي عم نقول لك كلياتهم 21، كيف هون صار 29,000؟ لاحظوا هون شو بيعمل، بيطلع لك بيطلع لك المؤلفين اللي اسمهم جوردن. طيب ما بيطلع لك، بس لو بنغير هلا الشرط، لذلك احنا دائما بنحكي كلمه الشرط تبعك اللي شرطته مهم. هلا بنحط جوردن in the title with the exact في with the ليكو هون في شرط anywhere in the title ولا the title of the article، anywhere in the article ولا title، نحن بدنا title. شو بدنا لو واحد مؤلف بامريكا اسمه جوردن وهن عندهم هذا الاسم مايكل جوردن وما بعرف مين، فهلا شاف بس 5. شايفين فرق؟ ف... بس طلع فيهم مننجايتس وجوردن، ما في لا سي ان اس انفكشن ولا بالضبط بالضبط. هلا اكيد الشغلات الباقيه لو رجعنا لقضيه السي ان اس يعني لو عملنا نفس الشروط راح نراقي البيبرز هدول هون، ولو دورنا عليهم وحده وحده راح نلاقيهم اكيد على جوجل سكولر، بس نحن عم نمشي على السريع لانه غالبا انت حتستعملي باب ميد. جوجل سكولر استعمالاته يعني لو انت عندك هدف انه تلاقي موضوع هيك فيري سبيسيفيك بدك تدوري، صراحه جوجل سكولر ما بيفيدك هون، او يعني ما مو اولويتك انك تستعمليه. ليش؟ يعني مثل حالتي بقصه الفانكومايس اللي حكينا عنه قبل شوي، انا كان عندي هدف انه الاقي بيبر له علاقه بالموضوع اللي خطر ببالي، عملت الفيري فيري سبيسيفيك ستيتمنتس دورت. مستحيل البيبر تكون ببوب ميد وما تكون بجوجل سكولر، مستحيل. جوجل سكولر نون سيلكتيف، بيشمل كل شيء وبيشمل ببوب ميد. طب ليش ما دوت ببوب ميد من اول بجوجل سكولر؟ ببساطه لانه جوجل سكولر اتس نوت از اكوريت يعني از ايزي تو يوز وذ فيري سبيسيفيك يعني كونديشنز والكي وورد، مو نفس سهوله ببوب ميد، وبيطلع لك كثير ريزلتس على الفاضي فمتعب. فهون حلاوته هذا بتستعمله لانك تلاقي شغله بسرعه، حلو، او تلاقي موضوع انت اوريدي بتعرف عنوان البيبر بتلاقيهم بسرعه. شغله اخيره وحنحكي عنها الجلسه الجايه، بعرف بلشت تعصبوا وتتضايقوا من هاي الكلمة، بس راح تعرفوا وراح تنبسطوا ليش المرة الجاية. بس لو في بيبر يعني لو انت لا هيك بكون عم بحرق الموضوع، خلاص بلاها جلسة جاية ان شاء الله. طيب هلا فنحن قلنا انه هلا لقينا 21 بيبر عن هذا الموضوع. هون فيكم تلعبوا بالتاريخ، يعني لو انا بدي لاقي مثلا اخر 10 سنين بتحرك هذا الخط بيطلع لك فقط اخر 10 بيبرز، اخر يعني من 10 سنين البيبرز، فهدول 9 بيبرز. ف وهون فيك تحط شروط اكثر، طبعا انتم شايفين بدك تلاقي مثلا فقط الفري الشغلات اللي ابسولوتلي فري، طيب ما يكون عليها مصاري، بس طبعا ما لك مصلحه انك تعمل هيك، ما انت بدك كل البيبرز. لو بدك مثلا تلاقي هون لو بدك تحط شروط انه مثلا تكون راندومايزد كنترول ترايل، حلو. طبعا نحن للأسف الشديد ما في عندنا randomized control trials. هلأ نرجع لموضوع عبادة، أنا هذا الموضوع حبيته. لما قلت لي الأردن مستحيل كذا وأكيد في أبحاث أكثر، خلينا طب أنا هيك عندي فضول اليوم الصبح هذا يعني خطر ببالي، لو بدنا ندور على اليابان، اليابان كم بحث عنده؟ بس خلينا نغير الكلمتين هدول جابان. جابان مفروض جابانيز، حلو، نفس الكلمات اللهم بس البلد. كم أعطيني رقم بسرعة. يعني ممكن 4,000 100,000 واحد إيه. لا لحظة خلينا إيه مش شرطين هدول الفل تكست والغنجد
randomized. بس حط كليه تاع الرندومايز. طبعا هي عندها لا عندها 9 ترايلز ومن دون الترايلز كل شيء عموما 1000 بيبر. ما شاء الله. ف اي ثينك حيزيد لانه انت كاتب جابانيز مش جابانيز. لا ما هو نفس يعني نحن بجابان او جابانيز نفس الشيء بالاخير نحن عملنا بالاردن جوردانيان وجوردن وجوردانيان. السبيلينج تبعها قصدي السبيلينج تبعها فممكن انه يزيد جابانيز. انا كنت كاتبها غلط صح. اللي لي هيك هو صح. انا بتذكر كان عدد اكبر هي 7000. هلا اذا بدنا نقول اليابان بلد كبيره وكذا وثلاث كم سكانها 125 مليون فالاردن 10 ملايين يعني 12.5 ضعفنا. فاذا نحن 21 بيبر المفروض 12.5 ضعفنا لانه تعداد السكان اكبر المفروض يكون كم بيبر عندهم 260 بيبر ولكن هنا 6900 بيبر. فللأسف نحن مو we are not in the best state خلينا نقول. هلأ على السريع كخطر أنا ببالي هلأ يعني مقارنة صراحة مو عادلة بين أو بين جابان يابان خلينا نقول سوريا بما أني أنا سوري وبحب بلدي كتير و... سيريان هون صراحة مو يعني هون في منافسة قوية خلينا نشوف. أتوقع أكثر ف 113 بيبر. سوريا بلد عظيم يس ونحن الرائدين في الطب يس ما تصدقوا. خلينا نقرا البيبر ما انتم والله مفكرين عندي شغله وطنيه وبلال دروبي ولا انسوا. المهم هلا اطلع نقرا البيبر واحده واحده لانه لما تعمل ليترشر ريفيو بدك تطلع على كل اللي لقيته او تحاول يعني على الاقل اكسبيرمنتال انفكشن اوف سيريان هامسترز. Yes. شو هدول السيريان هامسترز؟ هذول زي راس الدكتور هدول بيسك التجارب لا لسه أسوأ. ما هو بالأخير لا حتى لو كنا عم نحكي عن فيران وما بالأخير المفروض هي الكي ووردز يعني لو في ريسيرش عن المننجايتس بالفيران فينا نعتبره له علاقة بالموضوع فالمفروض يعني ستيل يتفوقنا على الأردن. يعني معقولة سوريا بس هي بتعمل اكسبيرمنتس على فيران والأردن ما في فيران؟ مو هيك الأصل يجيبوهم منهم يجيبوا لا 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 أنت محسن الظن كتير بالسوريين. القضية أنه هذول الفيران اللي الله خلقهم البشر سموهم سيريان هامسترز. هذا الفار الحلو الأصفر هو اسمه سيريان هامستر هو جنسه اسمه في الكتب وفي الكذا جولدن سيريان هامستر. فالناس اللي بأمريكا وبكذا عاملين ريسيرش محسوبين علينا أنه هذول سيريان هامسترز فطالعين بالكيوردز عنا. هن ما لهم علاقة بسوريا ولكن يعني ناس من ألمانيا وأمريكا وما بعرف وين وين هاي البيبر فرانس whatever فمكتوب سيري ليش لأنه الهامستر اسمه سيريان هامستر. طيب فهلأ ليش طبعا أنا ما عم بتسلى فيكم وعم نقعد نتمألس على كل بلد سوريا حالتها حالة بس شو هلأ ليش بتكون تتعلموا هذا الحكي لما اطلعنا هلأ لقينا أنه في عيب في الكيوردز تبعنا أو لما كتبنا سيريان شو بنعمل هلأ اللي يا عبادة بسرعة نحط not yes not هامستر yes. نحن شو بدنا نقعد نقرأ كل واحدة ونقعد ندور على هامسترات وغير هامسترات فسوي copy هامستر paste برضو title abstract هلا في هو أنا يعني صارت المحاولة يعني صراحة يعني still سوريا لساتها في الليد بس not hamster or hamsters still هلا 71 خلينا still نقول نفتح قوس or hamsters not hamster or hamsters بعدين هلا نسوي paste title abstract سكر قوس مو مفروض يتعامل معها نفس الاشي لا بشكله معناته كلمة الاس ما بيضيف من عنده نفس الشيء المفروض اللي حس الدكتور لو انت حطيت هاي لك وصار 17 ريزلت. طب دكتور yes, yes. تحط بعد هامستر نجمة وتشيل هامستر نجرب هامستر وهون الاولى وحط نجمة نجمة وتشيل هيك وتشيل اللي بعد الابستراكت ايش بيختلف هيك ايوه خلاص
Yes. يلا بسم الله. هي هلا شوفوا قبل شوي الجملة اللي استعملناها كانت 17. خلينا نشوف هلا كم تطلع. 17 معناته شكله فعلا الأسلوب تبعك حلو. لا لا يعني معناته العبارة تبعك صحيحة. النجمة تغني يعني النجمة معناها مع احتمال الزيادة. Yes. يعني هامستر هامستر أو أي شيء زيادة على الكلمة هي في نفس الأحرف يعني هامستر هامستر. زي ما حكينا جوردن أو جوردانيان مثلا. إيه فالمفروض تزبط. هلا 17 معناته الأردن أحسن. بس لسه على فكرة يعني هم تجوا لسه قضية الهامستر نفسها تتكرر بشغلة تانية. في نباتات اسمها سيريان شغلة. فبدنا لسه نقعد نحذف النباتات يعني قبل شوي لقيتهم اليوم الصبح. المهم عليك هاي سبيرولازماز ما بعرف شو سبيرولازماز. المهم فاليوم تعلمنا انتوا اوريدي تعلمتوا من افري ويلسون الشغلات اللي حكى عنها الحلوه كيف فيك تحط التاريخ. قالكم انتوا بالفيديو انه احيانا ممكن تساوي تشيك بوكس وما تكون الشغله. اذا بتتذكروا الفيديو انا شايفه صراحه من عده اشهر بس متذكر المقطع هذاك بيقول لك ممكن تكون هي راندومايز ترايل بس ما صار لها ريجستريشن على PubMed انه هي ترايل. يس يس مش موجوده. فبدك تكتب الكيورد هون نوت اندكسد بتكون. ونفس الشيء مثلا لو بدك دكتور انا هسه في شك اسمح لي كمل العباره هي او ترايل بتكتب راندومايز وراندومايزد بالاس مشان البريطانيين. يس هاي كنت سكر عشان البريتش. يس ونفس الشيء لو بدك مثلا لو بدك تدور على كيس ريبورت تكتب كيس ريبورت او كيس اند ريبورت. يعني نفس الحكي كله اللي استعملناه بدك تستعمله هون. طبعا this is not 100% perfect method و PubMed does not cover everything trillion percent لانه حتى PubMed مع انه هي يمكن the number one يعني directory او database للمدسن بس ممكن الكيوردز تبعك او PubMed نفسها ما تغطي كل شيء. في other search engines في Scopus في Web of Science في Cochrane Library هدول كلاتهم less common وغالبا يعني هذا بس اللي حب ضيفه غالبا هدول يستعملوا اذا واحد بده يعمل systematic review اذا بده عن جد يعمل شغله extremely comprehensive for other purposes غير الريسيرشات اللي نحن بنعملها او اللي هلا عم بحكي عنها مثل الميتا اناليسس systematic review لو بده يثبت العدم يعني لو بدك لو بيهمك كل بيبر تقول انا متاكد انه ما في اي شغله على الموضوع هذا او فساعتها ممكن يدور على الشغلات هذيك بس صراحه for purposes تبعنا عموما لاي ريسيرش عم نحكي عنه PubMed is more than enough. حلو as long as you use it well ومثل ما قلت لك مترادفات الامراض بدك تستعملها ما والله تكتب لي مثلا مايوكاردي انفاركشن تنسى لي ام اي او تنسى كلمه هارت اتاك او دائما حط كل المترادفات بالشروط اللي حكينا عنها. تفضل شو كان بدك تحكي ابو عباده ولا ياسمين؟ دكتور هسه بالنسبه للتاريخ تاع الابحاث مثلا لو طلع معي مثلا ابحاث من 76 ل 2022 بس انا من متى اقرا لازم حسب موضوعك حسب شو يعني شو الهدف تبعك. يعني مثلا انا ليكني انا هذا يعني اليوم لما هذا ليكم مثال اللي عملناه على المننجايتس الاردن اصلا كلياتها على فكره انتوا لقيتوا اليوم 21 بحث بس حقيقه لا الهدف للهدف تبعي يعني هذول الابحاث لو بترجعوا لهم ال 21 بحث اللي حكينا عنهم كتير منهم كيس ريبورتس او كيس سيريز يعني شغلات قصيره خمس كيسات وثلاث كيسات مننجايتس. نحن ايه انا بدي 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 الابيديميولوجي تبع المننجايتس بالاردن بدي الكوزيتيف ايجنتس الموست كومون كوز البكتيريا الفيروس مو اللي والله اجاني ولد حالته هيك وعالجته هيك بدي سامبل كبير. فحسب الشرط اللي انا بدي لما فصلت البيبرز هذول واحده واحده ما طلع غير في تو بيبرز بيبومد الباقيين 19 الباقيين كلياتهم مو مهمين. وفي المشكلة عم بدي أحرق الجلسة الجاية حرام في واحدة زيادة لا هيك مهم خلاص. فالفكرة فالجواب على سؤالك من أي تاريخ تقرأ حسب الهدف تبعك. إذا أنت عم تحكي عن epidemiology أو عن شغلة very مثلا updated very recent يعني مثلا عم تعمل research عن stem cells ولا عم تحكي لي عن شغلة يعني فهمان علي شغلة advanced شغلة تتغير كل سنتين ثلاثة كل خمس سنين بتحب مثلا بتقولي من الالف من الالفين وفما بعد يعني it makes sense لانه اي ريسيرش حيجي بعد هيك حيكون اوريدي حاكي عن الشغلات السابقه وخلصنا منها او يعني ملخصها ما حيكون في شيء كتير مهم. بينما لو عم تحكي مثلا عن شغلات ابيديميولوجي شغلات ديزيز فلاني ماضي هلا تغير الابيديميولوجي او بدك تقارن الحالي مع الماضي يعني مثلا انا هلا عامل بحث عن المننجايتس ب 2020 بدي احكي عن الابيديميولوجي تبع الاردن بركي كان في بكتيريا سابقه وتغيرت هلا صار في بكتيريا غير هي الموست كومون كوز فبدي ادور على اي تاريخ. فمثلا لقيت بحث من ال 98 هو الوحيد اصلا ما لقيت غيره يلي بيحكي عن الكوزيتيف ايجنتس وخلاص بدي استعمله. بس
طبعا حسب بلدك وحسب هذا. نحن البحث عندنا اصلا اليف, ما بنتعذب بالشغلات هي. بس واحد باليابان عنده 7000 بيبر على المننجايتس بده شوي يتقدم خلال امه بالسنين, بيقول لك اخر 5 سنين لانه اصلا عنده فائض. طيب طب دكتور بخصوص الريبليكيشن اللي حكيت عنه, نعم, ليش هسه انا بحس كثير من الباحثين ما بيهتموا, يعني بحس انا الريبليكيشن كثير مهم اول شيء عشان انك تزيد موثوقيه البحث والنتائج. طيب وتقدر تعمم, لانه وان ريسيرش بيبر مثلا مرات ما بكفيش وتحتاج ريبليكيشن حتى مثلا تأيد الفكره. بس بحس انه الباحثين ما بيهتموا كثير بالريبليكيشن, يعني اذا كانت في فكره منشوره بيحاولوا ما يقلدوهاش. صح. هلا في شيء اسمه النوفلتي. النوفلتي انه اكتشاف. هل البحث تبعك هذا نوفل, يعني هل هو جديد بمعنى الكلمه, يعني مو شيء, بس يعني خلينا نقول قفزه جديده. هلا بدك الحق ولا بدك اخوه؟ بدي الحق. خلاص ما حدا يزعل مني. حلطف عباراتي انا, يعني هذا كله اللي حتسمعوه يعني مع اني ملطف عباراتي. نحن للاسف ما في عنا, او نادر جدا, يعني خلينا مشان تكون عبارتي صحيحه, نادر جدا ان وجد انه يكون عنا نوفل فايندينجز ببلادنا عموما. يعني ما تفكروا سوريا احسن, سوريا اضرب. كانوا يقولوا لي انا صغير الطب بسوريا قوي وما بعرف شو. بعدين شفنا يا زلمه بيدرسوا الطب العربي بس بسوريا, يعني تخيل انت هذا كله اللي عم نحكيه اصلا ما بينطبق عندهم لانه ابحاثهم مشهوره بالعربي. اذا يعني PubMed ما اظن فيك بتدور بالعربي, والله ما بعرف. خلينا نقول سحايا نكذب على حالنا نحن ولا شو القصة؟ دكتور بدي أسألك شغلة الجينيتك مثلا, جينيتك بالمورفيزم بلاقوها وهيك إشي بتكون غالبا نوفل الأشياء اللي إحنا بلاقوها هون مثلا في الأردن, أو ولا كل شيء مثلا بيكونوا مدورين عليه إنه برا وجايبين مثلا عاكسين إنه عنا؟ بالضبط, هو نفس اللي كنت عم بحكي. هلا أنا ما بحكي أوكي, خلينا نكمل عبارتي. فنحن غالبا يعني إلا ما رحم ربي ما عندنا نوفل فايندينجز حقيقة. شو يعني نوفل؟ نوفل يعني يا لما تقول نوفل يعني نوفل يعني هي نوفل كلمة دقيقة مقصود فيها عن جد شيء جديد, ليس يعني ليس له سابق. يعني مثلا اللي اكتشف الفانكومايسن ما كان في قبله فانكومايسن, اللي اكتشف البنسلين ما عنده بنسلين قبل هيك, يلي عمل أول عملية whatever قلب مفتوح أو ما كان في, هذا اسمه نوفل انفنشن أو نوفل فايندينج. نحن للأسف الشيء هذا عنا نادر جدا إن وجد مع الشرط. هذا حتى فهذا الحق بدنا نعترف فيه. بس أنا ممكن مكلف دكتور, أنا ما حكيت شيء عن السبب. نحن عم نحكي عن هذا مكلف أكيد صح, فهذا أكيد بيلعب دور. هلأ نحن يعني هذا له كتير limitations, يعني صح في limitation التكليف, بس هو ما أعتقد هو يعني هو السبب الأول. funding كمان الquality of يعني work أو التريننج أو الفوكس, يعني أنت لذلك ليش الدكتور محمد القضاء بيحب الورشة هي وحرص عليها وكتير نبه على الطلاب وقال لي نعمل very good selection للستودنتس, لأنه نحن ما في اهتمامنا للريسيرش قليل. طبعا الحمد لله عم بيزيد بالسنوات السابقة فعلا, زيادة ملحوظة تماما, بس استل بدنا نحسن حالنا أكتر. يعني جامعتنا عم تحاول, خلينا والدكتور محمد القضاء عم بيحاول يزيد من الفوكس من التيتشينج, لانه نحن يعني الكورسز تبعنا وهيك قليل, ما عرفت شلون, وقليل كمان اللابز عندنا او الفاندنج او الفاسيليتيز, فكلها يعني هي عده مشاكل. فحيسكر علينا هلا باقي 10 ثواني مباشره نسكر نعيد اللينك. الو, فكمل بس اللي كنت عم بحكيه انا, بعدين ما بعرف كان بده يسألني بعد شوي, بس كمل العبارة هي. فهي مشكلتنا بالنوفلتي صراحة, بدنا نعترف فيها وبدنا يعني نكون صادقين مع حالنا. و ثانية واحدة تشير فيديو تمام. بس ما حدا يكون بالغلط فاتح الكاميرا تبعه طيب فبدنا نعترف بالشغلة هي مشان نحاول إن شاء الله نصلحها. يعني أول حل للمشكلة إنه الواحد يعترف بوجوده. فالنوفلتي بالمعنى هذا إنه الشغلة عن جد ما حدا كان بيعرفها قبلك وأنت لقيتها أو أنت اخترعت شغلة من العدم, قليلة, ما حقول معدومة, إن شاء الله ما تكون معدومة, ولكن قليلة جدا. هلا في الاكتشافات أو الأبحاث إلى مستويات مثل ما قلنا, في عندك expansion أو خلينا نقول يعني زيادة على شيء كان هو معروف بس أنت فصلت فيه أكتر.
يعني هذا يعني طبعا كل ما ننزل لتحت أكثر عندنا في الحمد لله نوعيات أكثر. في عندك الريبليكيشن، مجرد أنك تكرر شيء حدا غيرك عمله بمكان تاني. صراحة هذا وإن كان يعني يمكن خصوصا العوام يمكن يقول لك إيه شو يعني أنت عم تكرر اللي عملوه غيرك، يعني شو 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 إنجازك العظيم. لا صراحة حتى هذا وإن كان طبعا هو أسهل من غيره، بس لا هذا حتى هذا صراحة إنجاز مهم ولازم يحترم، ومو بس يحترم لازم يحث عليه. ليش؟ لأنه في شيء بالساينس اسمه transparency و replicability، يعني I think replication crisis. بالضبط ما شاء الله عليك مطلع. ف بالساينس لازم يعني من تعريف الساينس انه it is يعني claims ان واحد مزاعم بيزعمها انسان وانسان تاني بيتوثق منه، 2 3 4 5 الى ان تصل الى درجه قويه من الظن انه هذا الفايندينج حقيقي. اما طب بركي واحد كذب، بركي واحد عنده صدفه، بركي واحد عنده حافز على انه يالف، يعني هاي الشغلات بتصير بالعلم. فولس بوزيتيف اند تو نيجاتيف. بالضبط هاي شغله بالستاتستكس. وغير هيك انه في ناس بيكذبوا، في ناس بيكذبوا هاي حقيقه. في دكاتره يعني واحد واتفر عمل ريسيرش قال لك انا لقيت دواء احسن من الانسولين لل السكري، وصار يبيع الدواء هذا او كذا، او صار عنده عياده والناس كتير يجوا عنده. هاي الشغلات بتصير وعادي، ممكن دكتور محترم او له سمعه كبيره واتفر بامريكا او يلي هو، بعد سنه سنتين بتطلع كذا الدنيا كلها بتشتلق، بيكرروا ابحاث بيقولوا كذاب، بيرموه للمحاكمه وتنمسح فيه الارض وبيخسر اللايسنس تبعه. انتوا ما سمعتوا قصه التلقيح والتوحد؟ يس. تعرف عبادة يا قصة انه هي كانت تسبب التوحد؟ كيف بلشت؟ ايه كيف بلشت؟ انه هي اللي عملتها كأنه باحثة صح؟ بني آدم اسمه بني آدم، هذا لازم كل واحد بيهتم بالأطفال يعرفه أو حتى كل دكتور، أندرو ويكفيلد. اكتبوا عنده على جوجل أندرو ويكفيلد. إنسان ما نقعد نسب، إنسان بالكم 96 ولا 98 نشر بحث سمول كيس سيريز من ممكن 12 20 ولد، تخيل ستدي من 10 20 هيك شيء تافه، 20 ولد يمكن. المهم انه لقالك اسوشيشن بين التوحد بين الاوتيزم وبين الكولايتس وبين الام ام ار فاكسين، هذا نوع من اللي هو المطعم الثلاثي. اوكي ما هذا كله عم نجاوب على قصه الريبليكيشن، قصه الكذب والفولس فايندينجز. فلقى اسوشيشن بين الانفلاميشن اوف ذا كولون كولايتس واوتيزم والمطعم الثلاثي، ونشرت وقامت عليها الدنيا وما قعدت وا 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 وا. ونشرت وين؟ باللانست. يا مين اللي سألني المرة الماضية؟ منى ولا مريم اللي سألتني how to publish in best journal in a high journal in a top journal؟ مريم يمكن أو منى صح؟ موجودة معنا اليوم لحتى تشهد؟ موجودة دكتور، أنا سألت عن factors يعني. إيه أنا اللي قلت لك. أيوة. أوكي مني الحمد لله لكن بتذكر، يعني في تحسن بحفظي للأسماء. فنشره وين؟ باللانست. لانست it is the يعني top of the top of the top. طبعا قلت لك انا وقتها لما سالتيني بنقسمهم كوارتايلز، عندك من 0 ل 100. طبعا هلا يعني هي على راس الهرم، يعني هي اول 2 3 هلا، يعني هدول يعني الاصنام التي تعبد في الطب، خلينا نقول لانست ونجم وجاما ونيتشر فنشرت هناك. المهم قامت عليها الدنيا وضل. وطبعا اكتبوا اندرو لاكو اندرو، على فكره هذا فيكم هون صح، فيكم هون تدوروا بالتواريخ، هي شغله حلوه بجوجل سكولر. اندرو ويكفيلد 1998 طلعوا شلون، هي حلاوتها. يعني هون فيك تدور باسماء المؤلفين على السريع، اذا انت عارفان انسان مثل حالتي اليوم هلا فيك تدور عليه على السريع. طلعوا شلون هي، يلا مثال سبحان الله حلو ما كنت مجهز له. سايتد 4000 مره وطلعوا شو ريتراكتد. ايليال هي عنوان البيبر، ايليال ليمفويد نودولار هايبربلازيا نون سبيسيفيك كولايتس اند بيرفيسيف ديفلوبمنت ديس اوردر ان تشيلدرن مع الام ام ار، يعني مو محطوطه بالعنوان محطوطه جوا البيبر. المهم انه ريتراكتد يعني مسحوبه من اللانست.
هلا فيك تاخذها، فيك تطبعها، فيك تعمل خلاص. ما هو البيبر يعني اشتهرت، شو بدهم يكسبوا على حالهم يقولوا ما نشرت. بتعرف باي سنه نسحب؟ اي سنه؟ ايه البيبر هي سيادي باختصار طبعا، حلو على فكره انكم تقروا عن الموضوع هذا، بس مشان تعرفوا الهيستوري اوف ميديسن، هاو ميديسن اور ساينس وركس. انتشرت، كبرت القصه، كل الدنيا حكيت عنها، وبلشت السوشيال ميديا طبعا الطب شغله، وجاهل السوشيال ميديا شغله تانية. يعني حتى لو شغله صح بتنشر على السوشيال ميديا بتكون يعني بتعرف كيف الشياطين بيقول لك يسترق السمع ويكذب معها 99 كذبه وبتطلع 100 كذبه. دكتور ما احيانا البحث بيكون قصده شيء ثاني، بس السوشيال ميديا بتعطي هذا اللي حكينا عنه المره الماضيه على قصه السموكينج والكوفيد، كان البحث قصده شيء ثاني ولكن السوشيال ميديا فهمت غلط. هون لا، البحث نفسه حمار، او هو مو حمار، هو كان انسان هو كان انسان حقير. هلا لانه صاحب الواحد يضحك على لانسيت. فهلا بنقول لك، فنشروا البيبر هي، قامت عليها الدنيا الطب وغير الطب بالسوشيال ميديا، ومن وقتها بلشت حركة الأنتي فاكسرز، ولا تطعموا أولادكم، أولادكم راح يصيروا متوحدين إلى آخره. طبعا نحن بتوصلنا يا عبادة الطنات والرنات بتوصلنا بعد 10 سنين 20-15 سنة متأخرة، خصوصا وقتها ما كان في تويتر وهاشتاج، وقتها بدأ الشغلة بدأ توصل إيه بالجرايد وما جرايد بالتسعينات، فخصوصا ببلادنا حتى النت ما كانت هالإله يعني اليوز، وما كان في واتساب نشرها ولا كالأجر. طبعا آسف أنا إذا أنا عم بستطرد، بس يعني هذا كله له علاقة بال evidence based medicine والpublishing والtypes of research. فإيه وقتها ما كان في انشر وأجر وما أجر والحكي فاضي هذا، فوقتها الكذاب بده يكذب الكذبة شخصيا، يروح لعندك يقلك إنه المطعم بيعملك هيك، أو الكذاب أو الجاهل. فالمهم انتشرت القصة، ونحن وصلتنا لسه 2000 2010. أنا يعني أهلي كانوا عم يقولوا لي لا تطعم ولا تأخذ كذا، 2005 كانوا يحذرونا بالمدارس إنه تأخذ الهي. المهم بال 2012 يمكن ولا 2008 أظني 2008 10 انسحبت البيبر، يعني بعد حوالي 12 سنة ما بذكر التاريخ بالضبط، فيكم تدوروا عليه. بعد سنين عقد كامل انسحبت. طب شو كانوا يعملوا بالوقت هذا كله؟ 10 سنين بيعملوا دراسة ثانية؟ ايه 10 سنين، سنة سنتين ثلاثة لبلشوا الناس يتخانقوا ويشتلقوا وكذا وكذا وتكبر القصة، كمان كم سنة لقدام لحتى يكبر الموضوع وتنعمل هلأ، يعني تنعمل وتخلص other researches replicating the same work وفرذر انفستيجيتنج ات، لانه هاي يا عباده نفس. طبعا سبحان الله احنا بنضل بنلف بنجي بالاخير جواب على سؤالك، لانه سؤالك عن جد كان عميق، كيف فينا نعرف انه هذا جود سامبل ولا لا، او فينا نستنتج منه ولا لا. فهلا عم نوصل انه الاولى من هذا ويكفيلد كيس سيريز وفيري سمول سامبل، لسه يعني بدنا نعمل كوهورتس. ما هو بتعرف الإفيدنس بيس بيراميد حكينا عنه، ما حنفصل هلا، بتتذكروا البيراميد شفتوه بالفيديو الثاني، كأنه دراسات من تحت لفوق، اللي فوق أعلى وأقوى دلالة من اللي تحتهم، خصوصا إذا بدك تستنبط السببية. فعمل لحتى طولوا وعملوا other studies وخلصوا واستنتجوا ونشروا، وبعدين لسه حتى ما نشروا بدك تفوت بالقضايا القانونية، بلشوا يحاكموا ويكفيلد واستدعته اللجنة الطبية ونقابة الأطباء عندهم بأمريكا، البورد تبع الطبي بالولاية تبعه، كله موجود على الانترنت، روحوا شوفوه. وجابوه وحكموا وا وا وا، ولسه لجابوا الكو أوثرز تبعه، ما هذا بني آدم شايفين كم مؤلف معه؟ هذول كلياتهم شركاء في الجريمة، بس لا هو طلع الدجال. بعدين راحوا جابوا الكو أوثرز وكذا وسألوهم وا وا استجوابوهم، فبعض منهم أشر على ويكفيلد قال he made up data. معي أنت؟ he made up يسمع. يعني ألف يعني ألف. طلع من العدو. السؤال بس الدكتور أنت يعني هم أخذ 10 سنين حتى يعملوا كذا study. طب لو كان في مثلا statisticians مثلا إحصائيين، مش كانوا لو الدراسة من أولها لو كانوا هي it's a complex problem. مثل ما قلت لك أنت عم تحكي عن التسعينات يا عبادة، أنت ما فيك تصدق قديش الطب تطور. أنت مفكر يعني صدقني سبحان الله، الطب كل كم يعني في exponential growth. الطب التسعينات والثمانينات ما كان بمستوى الآن، ما كان فيه الستريجنت والفري ستريكت
evidence-based guidelines وstrict guidelines للpublishing والscience. يعني أوكي دائما في science بس في فرق من القرن الماضي عن القرن هاد. والدكاترة نفسهم أنت روح هلأ مع احترام طبعا لكل الدكاترة أنا بحبهم بس اسأل دكاترتك اللي أكبر منك بيعترفوا لك. أنا دكتور عندي بالجامعة قال لي أنا كنت عم أقول له يا دكتور أنا زعلان أنه أنا بالجامعة ما اكتشفت الريسيرش والجورنال أرتيكلز ما كنت أعرف شو هي قبل السنة الثانية أو الثالثة. قال لي أنا تعلمت بالماسترز في الماجستير قال لي إيه أو قال لي واحد تاني قال لي أنا بسنة خامسة حتى اكتشفت الشغلات هاي. هذا بزمانهم وهذا الدكتور كان شاب يعني عمره 30 سنة شغلة هيك. فطب يعني من زمان كان تعبان يعني أو كان أسوأ مما هو الآن. يعني في كتير عوامل قضية statisticians وقضية كذا وقضية كمان prestige. يعني ممكن دكتور له سمعة من قبل يستغل السمعة هاي اللي ينشر يألف شغلات عارف شلون. وكمان مثل ما قلت لكم انه يعني الكو اوثرز تبعوا شهدوا ضده انه هو الف داتا من العدم يعني ما كانت اصلا موجوده. فالحاله هي بالستاتستيشنز ما فيهم يعني يتوثقوا منها. انت بتشوف الاكسل شيت اللي قدامك ما بتعرف اذا هذا كذاب ولا لا. يعني الداتا هي هو كتبها ولا عن جد اجوا بيشنتس عرفت كيف. المهم فباللانست ليكو شايف شلون محطوط عليها بالعرض هيك ريتراكتد. فيك تقراها انت حر بس البيبر كلياته زباله. 17 كانه 12 ولد مثل ما قلت لك. فالمهم بعدين اللانست بعد ما تبين انه كله حكي فاضي وكذا واخيرا ثبت انه كلام غلط سحبوه. يعني هاي الشغله صراحه منيحه يعني الجورنال محترم اوكي صح غلط بس الجورنالات المحترمه بتعترف بخطا بتروح بتساوي ريتراكشن حتى لو بعد 12 سنه. وكتير كتير في جورنالز بيعملوا هيك يعني هذا بالعكس شيء منيح. اما المشكله لما بيكون جورنال وبيقول لك انا ما بدي اسحبه وبيأثر على سمعتي معناته اصلا انت سمعتك كاذبه اذا انت ما بدك تسحب الكلام الباطل اللي قلته اول مره. طيب الريبليكيشن هذا كله التانجنت اللي لفينا عليه هي قضيه شو الريبليكيشن. الريبليكيشن مهم. يو كانوت هاف ريلايبل ساينس جاست باي يعني لسننج تو وان جاي. ما فيك والله تقول ايه والله فلان نشر بيبر خلاص خلينا نعدل كل الطب اللي بالعالم بناء على اللي قاله بلال دروبي واللي نشره. لا بدك 2 و3 و5 و10 يعني عرفت شلون الكلينيكال ترايلز او كل الجايدلاينز اللي انتم عم تقروها بالكتب وغيرها واللي هلا المرضى بيتعالجوا فيها بالمستشفى ما بنيت على قول شخص واحد بنيت على اقوال عشرات او مئات ابحاث تواطدت لحتى يعني اتفقوا على انه هي الشغله صح. طيب طيب فهي هي قضية الريبليكيشن. فالريبليكيشن كمان مهم. شغلة كمان انه انت لما تعمل بحث قضية النوفلتي هذا كله من فرع النوفلتي. يعني احيانا مو شرط انت تكتشف شغلة نوفل لحتى تنفع بيئتك ومجتمعك. مثلا عملنا ريسيرش هلا بلشنا ريسيرش على المننجايتس. يعني انا اوريدي عملت واحد على المننجايتس بس فرضا هلا اجى واحد بعدي مباشرة السنة الجاية عمل ريسيرش مننجايتس جمع مثلا داتا المرضى على سنتين ثلاثة 200-300 مريض مننجايتس وشاف شو الموست كومون كوز لقى انه الموست كومون كوز هو النايسيريا. هلا الموست كومون كوز هو ستريبتوكوكس نمونيا. هو ما اكتشف يعني الكتب مكتوب فيها بنعرف انه في شيء اسمه نايسيريا في شيء اسمه ستريبتوكوكس وبنعرف انه هدول تنتين هنا ليدينج كوزز بس هو اكتشف او خلينا نقول لقى يعني بالتفصيل انه الاردن عنده مشكله مع البكتيريا الفلانيه. فهذا هو صح ما اكتشف شغلة من عدم ولكن بيفيد بيئته بيصير بيقول والله based on the findings الفلانية فينا نستنتج انه we would benefit from having Neisseria vaccine وهو موجود على فكرة بس نحن ما بنستعمله. او مثلا العكس يعني لقى انه نعطى مثلا يعني ممكن يعني في كتير امثلة فهمت علي يعني ممكن انت تلاقي findings specific للcountry تبعك it can make changes او decisions بناء عليها وان لم يكن هو اصلا اكتشاف شغلة جديدة ولكن شغلة سبيسيفيك ممكن يكون لها تطبيق. فيعني هي هي الشغلات. فكل أنواع الريسيرش خير وبركة. طبعا النوفل شغلة رائعة ولكن فعلا النوفل بده very good يعني methodology very good planning و very dedicated work team و very good professionals شغالين على الشغلة هاي وبده كمان كتير أحيان funding إن لم يكن غالبا. فأكيد يعني ما فيك والله تعمل لي شغلات الجينيتكس وما جينيتكس ولابز يلي سألت عنها ياسمين ولا غيرها ما بتذكر انه شغله الجينيتكس وهيك يعني you have of course to have good funding for this you have to have laboratories technicians kits ناس متطوعين مستعدين يتبرعوا مثلا دم ولا يعطوا samples لحتى تعمل الجينيتك اناليسيس هذا كلياته limited.
أما قضية الجينيتك ستديز عنا وهيك في عنا جينيتك ستديز السبيسيفيك فايندينجز تبعهم صراحة ما بعرف يعني تقلي هاي نوفا ولا موفا ما طلعت عليهم واحدة واحدة بس أنا عم أقول لك عن كل اطلاع على الدراسات اللي عنا يعني للأسف في عنا we have خلينا نقول أن يعني we can improve وإن شاء الله يعني هي الشغلات يعني هذا جيلكم أنا على دفعتي البحث كان ضعيف الدفع لما أنا كنت سنة رابعة والدفع اللي أكبر منها كان نادر كان يعني هذا الكبريت الأحمر يعني الإنسان النادر يلي عنده بحث هلأ صار كتير كمون يعني تشوف طلاب سنة رابعة ثالثة عنده ريسيرش أو شغال على أكثر من واحد ففي تحسن الحمد لله كتير وإن شاء الله على دفعكم يكون أحسن مو بس بقصة كوانتيتي الكوانتيتي دائما عم تزيد بس إن شاء الله ككواليتي كديزاين كفايندينج كيوزفولنس إن شاء الله بتتحسن وهذا اللي أنا محاول أو اللي حاول الدكتور أحمد قضاء الله يجزيه خير إنه ننجزه قدر الاستطاع يعني حسب قدرتنا هي المحدودة في حدا حاب يسأل شغلة نحن خلصنا على فكرة اللي بدنا نحكي أي باقي شغلة واحدة بس قبل هيك إذا حدا عنده سؤال في بس موضوع صغير حياخد منا دقيقتين نخلصه إذا في حدا عنده سؤال هلأ عن الليترتشر ريفيو أوكي شكله ما في حدا فحكينا اليوم عن كيف تستعمل التو سيرش انجنز وأسلوبهم وأخذنا أمثلة هلأ الليترتشر ريفيو قلنا إنه ما قلنا ولا ما قلنا إيه لما كنا مع عمر قلنا إنه أنت قبل ما تبلش البحث تبعك حتشوف الليترتشر حتشوف الأبحاث اللي عملت عن الموضوع سابقا هاي خلينا نسميها البرايمري أو الفيرست ليترتشر ريفيو هلأ بعد ما تعمل الريسيرش تبعك شو ما كان عملت مثلا جمعت داتا يلي هي وخلص سويت الاناليسس لقيت الفايندينجز تبعك هون احيانا ممكن تلاقي unusual findings او شغلات انت ما كنت متوقعها من قبل او يعني ما غطيتها بالسيرش الاول تبعك تمام انا مو مساوي سيرش سكرين صح ولا مساوي اوكي مساوي فهون انت احيانا بعد ما تعمل الريسيرش تبعك وتجمع الداتا ممكن تلاقي يعني يخطر ببالك شغلات ما كنت مساوي لها سيرش من قبل فبتعمل another literature review حلو فخلينا نسميها هي السكندري ليترتشر ريفيو هلا ليش هي الشغله مهمه وبدي ادقق عليكم فيها هلا ما حندرس شيء جديد بس الشغله بدي اشرح لكم اياها انه مهم انه انت تكون كومبريهنسيف واوبجكتيف ونون بايست بالليترتشر ريفيو تبعك يعني بدي السكند درافت هي هي انا عم لاقي لكم شغله ملف حي يعني من الشغلات اللي انا عملتها مشان اورجيكم مثال خطا ومثال صح للشغل اللي ممكن ينعمل ثانيه واحده بس ما في شيء سكرين دكتور اوكي لا بعرف انا 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 سويت انشر ثانيه واحده males, females, سامحوني شوي بس عم دور على العبارة هاي neutrophil meningitis viral ايوه كانه لقيتها هي هذا من شغلنا اللي هلا عم طلع لكم اياه من كلام كتبناه لما كنا سنه رابعه وقتها ما كنا لسه منيح بنفهم بالريسيرش وما كان يعني عندنا هالاكسبيرينس ليكو ف خليني اسوي لكم شير هاي شير سكرين حنخلص هاي الشغله ونسكر فهي السكند درافت ونفتح الفاينل درافت على الأقل سو فار هي الفيفتينث درافت فهي هذا ريسيرش مننجايتس هذا الدرافت الثانية كتبناها بسنة رابعة وهي الدرافت الأخيرة عدلتها أنا كتبتها السنة هي ما صار لها يعني شهر فهي قبل ما أقدم على آخر جورنال بعد ما راجعناها أو رجعت عدة مراجعات فهي يعني ايش الشغله بتطول
فكنا المهم ما حكي الفانيك بالتفصيل. المهم انه لقينا انه المننجايتس طبعا غالبا بتكون بالصغار وبالميلز، بالذكور اكثر من الاناث. فشو كنا عاملين هون؟ شو كاتبين؟ كاتبين ليكو It's more common among children than adults with a peak incidence in مثلا تاريخ او شهر كذا وبس. فعلى اساس شو نحن بعد ما لقينا الفايندينجز مثلا لقينا انه most common among children، رحنا دورنا على الستديز يلي نفس الفايندينج تبعنا. هذا اللي بدي احكي عنه معي يا عبادة. انت تخيل السيناريو عم اقول لك اياه. عملت ريسيرش لقيت فايندينج وبدك تكتب الدسكشن هلا، رحت على PubMed دورت على ستديز نفس تبعك. هذا شو بسموه بلاجيزم شيء زي هيك؟ شو؟ بلاجيزم او شيء؟ بلاجيزم لا بلاجيزم هي بلاجيزم انه انا اسرق يعني حكي غيري، هذا اسمه السرقة يعني بسيطة. انا اخذ ريسيرش غيري او عبارة من عباراته وحطها مثل ما هي وقول انه هي تبعي، لا هي بلاجيزم. بس مو هذا اللي عم نحكي عنه. انا بدي اسوي لهم سايت. انت لما تسوي سايت لغيرك هي مو اسمها بلاجيرزم، بتحط العباره تبعه بين قوسين او واتيفر، او بتحكي فلان قال كذا وبتحط السايتيشن تبعه. يس فهمت عليك. بس لا مو هذا اللي نحن عملناه. شو الغلط اللي نحن عملناه وقتها؟ يعني اي حدا تاني لا شغله يفتح مايكه ويحكي عادي. انه انت بتدور على نفس الفايندينجز كونكت. اوكي فبس انت بتختلف الاماكن، يعني انه انت بتعمل مثلا على مستوى تاني. شلون؟ لا عيدها يعني. قربت. مين انت يوز ديفرنت داتا، فاهم يعني زي هيك. قربت بس لا ما حطيت اصبعك عليها. حدا كان بده يحكي؟ ممكن انه كان دكتور دراستك كانت شامله الاردن فقط. ايه بس الاردن. تأكيد ما راح تستخدم دراسات من دول ثانية يعني. لا عادي. ليش؟ ما أنت بالديسكشن بدك تحكي عن بدك تحكي عن ال بدك تحكي عن ال شو بيسموه الترندز بالعالم. هو يعني بالأردن مثلاً أغلب المرضى ذكور، ليش ما يكون بلبنان ولا سوريا ولا السعودية نفس الشيء؟ يعني شو السوري بس الذكور الأردنيين هن اللي عرضة للمرض هذا. You specify the results، يعني صار في bias من ناحيتك. بالضبط هاي اللي بدي اياه. لما انت تلاقي فايندينج تروحي على PubMed تكتبي الكيوردز الفلانيه بتطلعي، بعدين بتقولي هاي البيبر مو نفس الفايندينج، هاي مو نفس الفايندينج، هاي نفس الفايندينج، هاي نفس الفايندينج، هاي مو نفس الفايندينج، خليني اخذ بس هذول التنتين اللي نفس الفايندينجز تبعي. ايوه هذا اسمه يعني تعامي. شو والله انا خمس ستديز اخترت التنتين. ليش اخترت التنتين هذول؟ ليش ما حكيت عن الثلاثه الباقيين اللي ضدك؟ انهم زي الاشياء اللي بدي اياها. هذا اسمه شو؟ سلكشن بايس. فهذا فلترنج. انت تشيري بيكينج يور ايفيدنس. انت في سله فيها كيف نحن بالعيد لما تروح تزوروا اهلكم، والله هاي تفاح، هاي كذا، هاي افوكادو، ما هاي 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 كرز، خذ الكرز. تشيري بيكينج، او مثل اللي بياكل كيكه بس بياكل الكرز اللي فوق، نفس الشيء. فهذا غلط كنا بنعمله. فكنا هلا صراحه في شغلات تانية نفس القصه تشيري بيكينج كنا نعمله هون غلطانين وقتها، ما كنا بنعرف، كنا مساكين. المهم هلا ما بدي اقعد ادور عليهم العبارات لانه حنطول، ما بدي احكي. لو كانوا كلياتهم ذا سيم فايندينجز يعني مثلا. بالضبط هذا اللي عم نحكي عنه. فوقت هلا ما في امثله تانية من البيبر نفسه بس ما بدي احكي عنه لانه مو هذا الغرض، غرض الفكره. فالفكره مثلا هذا كمثال قصه الميلز او الايج. هلا لما الحمد لله لما تعلمت منيح وغصت أكتر وصرت أنا هلأ بالامتياز، جينا نسلم البيبر قلت لا والله هي الشغلات 1-2-3 غلط، فصححتهم. فطلعوا هلأ الـ 15th draft أو الفيرجن الأخيرة، شو فيها؟ شوف شلون. Males are remarkably more represented than females، يعني هنا الماجوريتي، in the diagnosis of meningitis. A recent meta-analysis by فلان الفلاني اسمه بير et al. بير et al يعني زملاء، بير والباقون، et al يعني كلمة لاتينية معناها and others. Here it's all on national data across 5 countries. فأنا شو وقتها كنا شو نعمل؟ ندور على البلدان يلي نفسنا أو الستديز اللي نفس الفاندينج ونسوي لهم سايت وننسى الباقيين. بس أنا قلت هذا الشيء غلط، فرحت عملت بعدين PubMed Advanced Search بالتفصيل هالمرة. الحكي هذا ما كنت أنا أعرفه بسنة رابعة.
فعملت PubMed search والحمد لله لقيت بالضبط اللي بدي اياه. فشو لقيت؟ لقيت انساني اللي هو بير عامل ميتا اناليسس بال2018، يعني هي 2016 بس نشرت ب2018، عامل ميتا اناليسس عن خمس بلدان، يعني بلدان ضخمه، فرنسا وما يعني بلدان المانيه هيك كذا اوروبيه كذا وحده من المانيا، مجمع لي عشرات مدري مئات الالاف من المرضى وعامل لهم ميتا اناليسس. الميتا اناليسس بتعرفوه يا جماعه، يعني احنا حكينا عنه المره الماضيه بالافيدنس بيراميد، هو اعلى نوع من الريسيرش وهو عباره عن ريسيرش اون ريسيرش. هلا نفتحها على السريع، هذا بالضبط اللي بدي اياه. ف هي الصورة من الأكسفورد هامبوك في كلينيكال ميديسن، صراحة كثير حلوة هي الصورة، بتذكرها من وقتها. فعندكم هاي ليش فاصلين وهذا البيراميد مفصول؟ هذا هدول الستيجز بتعرفون الثلاثة. بعدين يعني قاعدة الهرم هون مفصولة ليش؟ لأنه هدول فلترد انفورميشن، هذا ريسيرش معمول على باقي الريسيرشات مثل السيستماتيك ريفيوز والميتا أناليسيز. ليكو بتعرفوا السيستماتيك ريفيوز والميتا أناليسيز هي عبارة عن أنك تجمع كل البيبرز يلي لهم علاقة بالموضوع اللي أنت حددته، يعني كيف مثلا عملنا هلا على PubMed لقينا هلا مثلا 1000 بيبر عن الموضوع الفلاني، بجيبهم كلهم وبقرأهم كلهم. ليش الموضوع صعب؟ طبعا هم أنت ما حتقرأ 1000، يعني أنت بتسوي فلترينج لحتى تلاقي العدد اللي بدك إياه، بغض النظر 100 200 يعني حسب الموضوع وقديش في استديز عليه. يعني إذا موضوع مو ليميتد شوي خلينا نقول ممكن يكون بالعالم كله فيه بس 50 ستدي وهكذا. المهم فأنت بتجمع كل البيبرز بتقراهم وبتعمل عليهم نيو ريسيرش، بتساوي ريبورتينج وبتجمع بين كل الريسيرشات هذول باستنتاج واحد، بترجح بالأخير هل هذا الشيء مزبوط ولا مو مزبوط، هل صح ولا مو صح، هل وإذا كان صح شو الكواليتي أو السترينث أوف إيفيدنس وشو حجم فهمتوا علي؟ فهذا السيستماتيك ريفيو والميتا أناليسيس. المهم فوقتها فعلا الحمد لله لقيت بير هذا عامل ميتا أناليسيس على قضية الايج. طبعا مرة تانية مشان ما تملوا أنا ما بدي أحكي عن الفكرة عن النقطة نفسها ولكن هي عن الفكرة. فلقيت هذا ميتا أناليسيس كان عم يحكي عن نفس القضية، قضية أنه الذكور عندهم مننجايتس أو يعني عرضة أكتر من الفيميلز، لذلك أغلب المرضى بيكونوا ذكور. فهو حكى شو هي identified a consistent male predominance among viral meningitis cases in every country included. هي حلاوة الاستدي تبعه، الاستدي تبعنا small sample وممكن يكون في bias بالcountry أو whatever، ما هو more generalized ومن أكتر من استدي ومن أكتر من بلد، فrisk of bias is extremely small هون يعني صح ولا لا؟ وهو مو بس يعني مو بس الكولكشن، تتذكروا مرة ماضية لما حكينا مع عبادة على قضية السيمبسونز بارادوكس، انه لما تكون الاجريجيت شغله ولما تفصل لي اياها تكون شغله تانية، ممكن تحت الاندوسكوبي والسيرجري ايه ممكن مثلا بالستدي هي خمس بلدان ثلاثه منهم فيهم ميل بريدومينانس وتنتين فيميل بريدومينانس، فبالاخير طلع التوتال انه الميلز اكثر. او ممكن لسه أسوأ من هيك تكون مثلا بلد واحده فيها ميل بريدومينانس واربع بلدان فيميلز هن الغالبيه بريدومينانس، بس البلد هي اكبر بالتعداد السكاني من الاربعه الباقيين، تخيلوا فهمني علي؟ فلما قسمناهم طلعت بالاخير الوحده فازت على الاربعه. فالمهم انه هو هون حكى شغله حلوه انه كل الخمس بلدان كانوا الذكور اكثر، بس طلعوا ليش نحن الحمد لله انا يعني ليش كتير استفدت لما عملت الليترتشر ريفيو على القصه هاي، بتتعلم شغله جديده انت ما فكرت فيها من قبل. طلعوا شلون انا نحن لما عملنا اناليسس الذكور عندنا بالسامبل تبعنا من بين ال169 مريض الذكور اكثر، بس مثل ما قلت لكم في ستديز بتقول انه الذكور غالبيه وفي ستديز بتقول لا ما في غالبيه متساويين. مين بالاخير حل الخلاف بيناتنا؟ بير ات ال. طبعا هو مو شرط خلاف بيناتنا، هو خلاف ايه بالضبط، فهو او على الاقل مين اللي وضح لي شو الصح وشو الغلط؟ بير. كيف طلعوا شلون؟ This difference was driven by a higher incidence of meningitis in males under 15 years of age. While the incidence rates were similar at ages older, يعني فوق 15 between males and females. وصلتك الصورة يا عبادة؟ يس دكتور. هسا دكتور يعني هسا بالميت أناليسيس إنه أنا مثلا بجمع كل الأبحاث وبعدين بعطي نتيجة نهائية اعتماد على كل الأبحاث. إيه. المشموله
مو كل الأبحاث، كل الأبحاث اللي بتستوفي شرطا شرطته في بداية البحث، يعني inclusion criteria. إيه يعني بالضبط في inclusion criteria peer et al أو غيره، دائما لما يعملوا meta analysis بيقول لك أنا قبل ما أسوي أي search اشترط 1, 2, 3, 4, 5, 6 اشترطت الكيوردز الفلانية، استعملت الستيتمنتس الفلانية اللي حكينا مثلا على PubMed، واشترطت أنه مثلا تكون كل الستديز موجودة في PubMed، تكون كل الستديز مثلا بروسبكتيف ما تكون ريتروسبكتيف، مثلا مثلا اشترطت أنه الداتا تكون من وزارة الصحة ما تكون من مستشفيات خاصة، اشترطت مثلا أنه الستدي على الأقل تكون فيها 50 فما فوق من السامبلز، ما يعني مثلا ما حأقبل أي حدا السامبل أصغر من 50 وهكذا. بيحط شروط ليشبع، بعدين بعد ما حطيت شروطك بدك تقبل شو ما كانت النتيجة. يعني هاي المنهجية العلمية تستلزم هيك، فهمت شلون؟ الإنسان العلمي بيحط شروطه قبل ما يبلش يتفلسف عشان ما يصيرش في أي بيس. بالضبط، بعد ما هذا بدك تسلم وتتقبل أي نتيجة أنت صارت معك. طلعت معك. فهذا اللي صار بالميتا أناليسس. فهو لا شغل حلو إنه في إنه الفكرة إنه في كان يوجد يعني predominance للذكور ولكن فقط بالأطفال أو يعني المراهقين فما تحت. فوق ال 15 ما في. فنحن انا لما كنت انا وزملائي لما كنا عم نعمل ريسيرش كنا كونفيوزد، يا اخي ليش هي الاستديز فيها هيك، ليش هي ما فيها، ليش هي ما انتبهنا على قصه الايج، وما انتبهنا انه الاستديز فقط تبع الاطفال كان فيهم بريدومينانس، بينما الاقسام الباطني والكذا يعني تبع الادلتس ما كان عندهم. ما انتبهنا للعامل هذا صراحه، بده شويه يعني تركيز وذكاء كمان، نحن ما كنا. ف شايف شلون لما تعمل literature review، هي شو اسمها، هي secondary literature review. بعد ما كان اكتشفنا الفايندينج تبعنا رحنا دورنا بالليترشر ولقينا هذا الموضوع وي كونفيرمد اور فايندينجز، وهيك جمعت بين كل الاقوال، لا انه كذبنا الفايندينجز بتقول في male predominance ولا كذبنا الثانيه، ولكن شو اكتشفنا انه في يوجد predominance ولكن فقط على عمر معين فما تحت. لذلك هي الشغله بعد ما لقيت الفايندينج هذا رحت عملت analysis جديد، طلعوا شلون حتنبسطوا عليها. ليش أنا بحب جاموفي؟ هاي البوبوليشن، هاي الكاونت، هاي الأحمر هو الفيميلز، الأخضر هو الأزرق، هو شو أخضر، الأزرق هو الذكور. اطلعوا شلون الذكور من عمر 0 إلى 5 غالبية ساحقة، واضح 3 أضعاف، كمان من 5 إلى 10 كمان غالبية ساحقة، كمان إلى 15 كمان غالبية ساحقة، من 15 إلى 20 بيبلش فيه شو تساوي، ملاحظ معي يا عوادة؟ آه يس دكتور، كمان هون متساوي، هون شايف شلون، فهون خلاص بطل في فرق. فهذا كلاته من فوائد شو السكندري ليترشر ريفيو، انك بعد ما تلاقي فايندينجز احيانا ما يعني انت ما خطر ببالك تدور على الموضوع هذا. هاي الدراسه تعطيك ريتروسبكتيف ولا ريترو؟ طبعا ريتروسبكتيف. فهذا اللي بيصير يا عباده ويا جميع الحاضرين، انه احيانا صح انت ما بتقدر تعمل ليترشر ريفيو عن كل شيء قبل ما تبلش، احيانا بتغفل، احيانا ممكن تطلع ابحاث بعدين بعد ما انت تبلش تكون طالع بحث جديد، فبتعمل سكندري ليترشر ريفيو. الفكره انه لما تكتب ديسكشن، لما بتقعد بدك تناقش الفايندينجز تبعك وتبررها وتفصل فيها اكثر، لما تدور على اذر بيبرز مثل تبعك ما تكون بايست، شوف كل البيبرز وحاول تجمع بيناتهم، مو والله تقول لي فلان وفلان نفسي وتتجاهل الناس اللي ضدك. طبعا نحن يعني لما انا عملت ريتش ريفيو ونظرت بالتفصيل لكل بيبر من الاردن، من الثلاثه اللي قلنا عنهم اللي معمولين من الاردن غير الواحد واحد ثلاثه فقط اللي كانوا مشمولين، لقينا فعلا انه الذكور كانوا غالبيه في الجميع، فصار في كونسستنسي بالاخير. خلصنا حكينا لانه ممكن دكتور انت في ريتروسبكتيف مثلا تعطيك انه مثلا الداتا اللي اخذتها من المستشفى مثلا اغلبيتها ميل، فممكن هاي فمش عارف كيف تستشهد. لا هذا مبرر يعني، هلا صح ممكن يكون في عدة مبررات، بس لا هذا مو مبرر مزبوط. ما في مستشفى بتشترط تفوت الذكور، شو ما في مستشفى. في مدارس مش انه مثلا الاولاد، مش انه مثلا تفوت الذكور مثلا، ممكن انا لا مش انه اجباري فات الذكور مثلا، انت الداتا اللي اخذتها صدفت معك انه كان اغلبها ميل، يعني هذا فيري انلايكلي على سامبل 169 بيشنت. وبعدين في ستاتستيكال اناليسس، نحن مو عاملينه يعني هيك، في اناليسس معين اسمه جودنس اوف فيت كاي سكوير تيست تعمله، بيقول لك انه هذا statistically يعني نحن 68% ذكور مقابل كم الباقي 32% إناث، فبتعمل analysis عليه وبيقول لك انه significant ولا لا. المهم فهي هي الفكرة، الكل اللي كان بدي احكي انه secondary literature review احيانا بيكون إلى ضرورة، احيانا بتكون جدا مفيدة، especially لو لقيت systematic review meta analysis عن الموضوع، حتى لو ما لقيت
اقرأ البيبرز بالتفصيل وشوف إذا في تناقض بينك وبين غيرك، حاول تبرر ليش، وحاول يعني احكي عنهم بالأبستراكت بالدسكشن، احكي نحن لقينا هيك، فلان الفلاني لقى هيك هيك هيك، وممكن تكون السبب واحد اثنين ثلاثة يعني هيك. الدسكشن طبعا نحن هون ما حنكتب بيبر مع بعض ولا حنتدرب على كتابة البيبرز، بس الفكرة من الدسكشن انه خلص الريزلتس حكيتهم بسكشن الريزلتس بالدسكشن، يعني الفكرة منهم هي ثلاث أهداف: explaining وtheorizing وrecommending. You try to explain your results وto rationalize them إنه ليش هذا الفايندينج تبعنا هيك. مثلاً أوكي الذكور أكثر ليش؟ هلا هذا صح، هذا مو هدف البيبر تبعك، بس حلو إنك تناقش تقول والله بالإميونيتي في واحد اثنين ثلاثة بيجعل الذكور عرضة أكثر، وهذا الشيء على فكرة موجود يعني إنه مثلاً الفيميلز اللي عندهم stronger immune response بالنيوتروفيلز للفيروسز وغيره أو بالليمفوسايتس. والثيورايزينج تقول والله ممكن واحد اثنين ثلاثة السبب. والشغل الثالث إنه ريكومندينج، يعني ممكن أنت تقول بالديسكشن تبعك إنه أنا بنصح الأردن إنه نستعمل واحد اثنين ثلاثة، أو مثلا أنا بنصح بالفاكسينيشن الفلاني، احكي بالديسك هي يعني هي this is what discussion is about. عرفتوا كيف؟ فيعني هي الأهداف الثلاثة من الديسكشن، إنك تحاول تفصل أكثر الموضوع لحتى تتعمق أكثر. يعطيكم العافية جميعا، آسفين على الإطالة، هي المرة سجلنا ثلاث مرات يعني هي 120 دقيقة صلنا ساعتين. فنعم يا رهف كيف شي مسجل؟ يعطيك العافية دكتور، الله يعافيكم جميعا، نشوفكم يوم الاثنين لو سمحتوا. أي حدا مثل ما قلنا يعني الاثنين أو الأربعاء ما حيكون موجود، أو ما حيكون موجود للدسكشن يعني ما حيكون قاري بيبر تبعه، يوم الاثنين والأربعاء أو الأربعاء يحكي لي وقتها مشان أعرف رتب يحطه على البوست هذاك. ماشي، يعطيكم العافية، شوفكم إن شاء الله يوميتها، اقروا البيبر تبعكم وعبوا الفورمز اللي حكينا عنهم لو سمحتوا ما تنسون. ماشي يلا مع السلامة، الله يعافيك.